السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميع المشاهدين. مفروض إن حلقة النهاردة يعني مش مهمة، أنا تقريبا معظم الاستشارات الفترة الأخيرة كلها 80% منها كان قائم على الجزئية اللي هنتكلم عنها النهاردة. عنوان النهاردة يعني هو جحود الآباء، المشاكل والأخطاء الكبيرة اللي بيرتكبها الآباء خصوصا في مسألة التربية بمختلف المراحل العمرية، إذا كان بيبدأوا بالمراهقة ولا كان في الطفولة ولا حتى لما الشاب بيكبر. كل المراحل دي كمية الأخطاء اللي بيتم ممارستها من الآباء في التربية لا تعد ولا تحصى، وبتطلع علينا في الآخر إنسان غير سوي. المشكلة الأساسية اللي إحنا عايزين نعدلها النهاردة، معظم الأخطاء دي هنحاول نحط إيدينا عليها ونحاول نصححها ونحاول نعدلها على قد ما نقدر. طبعا الموضوع أعمق وأكبر من إنه يتقال في ساعتين، بس الفكرة الأساسية اللي إحنا عايزين نغطيها النهاردة معظم المشاكل المتداولة. طبعا مش هنحاول نناقش حالات خاصه الا لو جالنا اتصال او جات لنا رساله خاصه بمشكله معينه، ساعتها هنناقش المواضيع اللي ممكن تكون فرعيه او استثنائيه، لكن هنحاول نغطي عناوين رئيسيه النهارده، على الاقل نعمل حاجه اسمها طرق ابواب، بحيث ان احنا نلفت النظر للناس ان في اخطاء هما بيمارسوها في حياتهم اليوميه مع ابنائهم. معظم الحاجات اللي هي المفروض انها شائعه في علم النفس او علم نفس النمو عند الاطفال، ان أول صفة بيتم تشكيلها عند الإنسان السوي هي الثقة بالنفس. تخيلوا لما يبقى الصفة الأساسية والأولى اللي بيتم تشكيلها في الإنسان هي الثقة بالنفس. طب اللي كبر وبقى شاب أو بيشتغل ولسه لم تكتمل عنده جزئية الثقة بالنفس، وبيضطر إن هو يحضر دورات أو يقرأ كتب أو يتعلم مهارات كتير عشان يوصل للثقة بالنفس، بتتحول عنده من إنها كانت صفة ممكن تكون فطرية إلى صفة مكتسبة. تخيل الثقة بالنفس ممكن كمية الأضرار اللي تيجي منها قد إيه؟ إذا كان في شغل ولا إذا كان في التعامل مع الآخرين ولا في مطالبة الحقوق ولا في إثبات ذات أو إثبات حق، كمية الحاجات اللي ممكن تروح لو الإنسان ما تمتعش بالثقة بالنفس. أول دايماً دايماً في كل لقاءات أول حاجة أبتدي بيها ليها حاجة أو علاقة بجزئية التربية، أقول للناس إن 90% من الشخصية بيتم تكوينه عند سن 7 سنوات. تخيلوا لو أول 7 سنين من عمر الإنسان ما يتمش تشكيلهم صح، 90% من شخصيتك، من سماتك، من صفاتك، من سلبياتك، من إيجابياتك، حتى ضميرك تم تشكيله بالفعل عند سن 7 سنوات. 7 سنين الأولى الطفل مع مين؟ ما هو الأب والأم. تخيلوا لو الأب والأم كانوا بيربوا بالطريقة اللي احنا عارفينها طبعا، لهذا ما وجدنا عليه أباءنا، أو هذا ما يعني وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، هم دي السياسة اللي أنا تربيت عليها، فأنا بربي بنفس السياسة لأني ما أعرفش غيرها. تعرفوا ان حتى في التربيه الموضوع قائم بنفس الطريقه. لما احنا بنحاول حتى نعاقب حد من اولادنا وما نقولوش، يعني بنقول له مثلا الفعل الفلاني ده، انك تمسك مثلا القلم ده، ده شيء خاطئ. السؤال بقى هنا، انا بعد ما بعاقبه على هذا الشيء هل انا بقول له الصح كان ايه ولا بكتفي بس بالعقاب؟ معظم الاخطاء اللي بتحصل حتى اثناء من المعلمين في تعديل السلوك اني بعاقب وما بقولش الصح كان ايه، بكتفي بقول له ان اللي انت عملته كان خطأ. في طبيعتنا كده، لو انا ما قلتليش قلت لي الصح كان ايه او ما قلتليش الصح كان ايه، انا عقلي لوحده لو ما اديتلوش خلفيه او معرفه بيتجه للشيء اللي كان بيرتكبه قبل كده. يعني انا عرفتك ان الشيء الفلاني ده غلط وما عرفتكش الصح كان ايه، هروح لنفس الشيء لاني ما اعرفش غيره. عشان كده الاباء حتى لو كانوا عارفين ان طريقه تربيه اهاليهم ليهم كانت غلط، بس ما تعلمش شيء تاني، هيرجع لنفس الطريقه، هيرجع لنفس الاسلوب، فهيطلع نفس يعني مفيش اختلاف، هو نفس النتيجة. السؤال بقى هنا، هل أنا طلعت إنسان سوي بما فيه الكفاية؟ هل أنا إنسان سوي بما فيه الكفاية عشان أطلع أبنائي نسخ مني؟ عشان كده لما نقول 90% من الشخصية عن سن 7 سنوات، الناس مش مقدرين حجم المسؤولية في الكلمة دي. معظم الاستشارات اللي بتجيلي لما باجي أقعد مع الأهالي بيقولوا إحنا كنا بالظبط نفس اللفظ، إحنا كنا فشلة. اتعملت دراسة مرة لحوالي 70 أم، الدراسة ديت وزعت كده ورقة عليهم وقالت لهم اكتبوا أولادكم محتاجين إيه منكم، فوزعوها كده وكتبوا اللي كتبت سيارة واللي كتب لعبة واللي كتب إن هو محتاج مني إن أخرجه على طول إني أفسحه، وقال لهم خدوا نفس الورقة وارجعوا البيوت وتعالوا تاني يوم. جم الاجتماع، نفس الاجتماع والمحاضرة لتاني يوم، كان كلهم اجتمعوا في حاجة واحدة، إن بعد ما روحوا وسألوا أولادهم ولا حد تقريباً من 20% من اللي كانوا موجودين اللي هو بس اللي ظبطت معاه وطلعت صح، و80% من الحضور اكتشفوا ان ابنائهم كانوا طالبين طلبات مختلفه تماما عن اللي هم كانوا كاتبينه. لو ان الاولاد كاتبين عايزين اهتمام اكثر
عايزين انصات اكثر، عايزين نحس ان انتوا لسه يعني احنا مرغوب فينا وسطيكوا. و20% بس اللي كانوا كاتبين حاجات احتياجات ماديه، و80% كانوا كاتبين احتياجات معنويه. فكتبوا واقروا الامهات دول اول ما وصلوا قالوا احنا اثبتنا لنفسنا ان احنا كنا فشله، احنا مش نعرفش حاجه عن ابنائنا. لغه الحوار بدات تفقد في البيت الفتره دي. يعني لما يكون عندنا مراهق في البيت، يعني احنا عندنا قنبله في البيت، عندنا مشكله في البيت. عايزين ناخد مع بعض النهارده كده المراحل العمريه الاولى من اول ما الطفل يكون صغير ونكبر لحد لما نوصل لمرحله المراهقه او من يبدا الانسان فيها يعتمد فيها على ذاته. اللي عايز اقوله لكم، لما جم قسموا مراحل تكوين الهويه النفسيه للانسان، لو ان اول مرحله بيكون الانسان فيها قسموها من سن الولاده لسن سنه، لو ان في المرحله دي الانسان بيكون عنده احتياجات نفسيه معينه، تخيل لسه لم يكمل سنه وعنده احتياجات نفسيه معينه، قال لك اذا لم تلبى هذه الاحتياجات بتشكل عندنا شويه اضطرابات نفسيه تظهر في هذا الشخص، من ضمنها حاجه زي الحقد. تخيلوا الحقد ممكن يزرع في انسان لم يكمل سنه، احنا بنسميها كده باللغه العاميه الدرجه بتاعتنا، نقول لك بقى حته اللحمه الحمراء دي، فاهمه حاجه؟ قال لك الانسان من اول ما يكون في بطن امه ويبدا ينفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح بيبدا يسجل المعلومات، اول حاسه بتشتغل في الانسان حاسه السمع. قال لك لو حتى الام وهي بتتكلم كده مثلا بتحكي مع ناس وهي لسه هي حامل، بس خلاص هي في الشهر الثامن او التاسع، وبدات تقول انا مش عايزاه الحمل تعبني، لقوا ان الكلمات دي الطفل بيبدا يسجلها، هو لم يفهم المعنى الى ان يكبر، بس هي اتخزنت في عقله لغايه لما يكبر ويلاقي مثلا هذه الكلمه انا مش عايزاه، اول ما يكبر ويعرف يعني ايه مش عايزاه اتعلمها في المجتمع او في البيئه او من اي حد، عارف معنى الكلمه، بيركب دي على دي، وساعتها يحس انه غير مرغوب فيه في البيت، لان الكلمه زرعت فيه وهو لسه ما عندوش اي ادراك باي معلومات، لسه المساله كانت خصبه، فاتزرعت في العقل الباطن جوه قوي. تخيلوا مدى عمقها، وعشان اقدر اشيل حاجه زي كده تاني الموضوع هيكون صعب قد ايه. قال لك اختيار حتى الالفاظ، معظم الاهالي برضو لما يجوا يتكلموا في التليفون وهما بيشتكوا من ابنائهم بيقولوا قمه كلام سلبي، يعني مش ممكن، ممكن لو الطفل اللي قدامهم ده حاسين هو فاكرين هو مش واعي، هو ما يعرفوش ان كل كلمه بتتقال حتى اللي هو عمال يلعب بحاجه هو مركز معاهم تماما جدا، وكل حرف اتقال هو مسجله، وهو بيبدا بيدور على تفاسير للمعاني الكلمات اللي هي كان بتقولها. اعرفوا ان من اكثر الحاجات اللي بتاثر في التربيه او بتدي مصداقيه للتربيه تعبيرات الوجه. فانا لما اقول لابني مثلا اللي انت بتعمله ده غلط، وبستخدم تعبير وجه عادي جدا، اللي انت بتعمله ده غلط، هو مش هيحس ان هو غلط حقيقي، لكن لو انا استخدمت تعبيرات وجه يعني قاسيه او احساس بالالم ان اللي انت بتعمله ده غلط، بيكون نسبه مصداقيه عاليه جدا. عشان كده حتى قال لك في المرحله الاولى اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي من سن الولاده لسن سنه، قال لك المرحله دي قائمه على حاجه اسمها الثقه وعدم الثقه. فيا اما انت انسان انا واثق فيه ثقه عمياء، يا اما انت حد انا مش واثق فيك تماما، وده اللي بنلاقيه عند الاطفال. لما اي حد غريب بيشيله بتجيله حاله من البكاء الهستيري، يقعد يعيط عياط هستيري، واول ما امه تشيله يجيله بقى حاله من الهدوء والاسترخاء. السؤال بقى هنا، هو رغم ان هو ممكن ما يكونش شاف اللي شاله، بس ايه الاحساس اللي جاله ده؟ قال لك هي دي الثقه، جزئيه الثقه، قال لك الثقه في الاخرين بتبدا تتشكل، فيبدا هو ينصب الى نفسه وتتكون عنده حاجه اسمها اللي هي الثقه بالنفس سميناها بعد كده. تخيلوا في ناس كبرت ووصلت لمرحله 30 و40 والى الان لسه متوقفين عند المرحله الاولى اللي هي الثقه وعدم الثقه، اللي هو لو انا شفتك وتعاملت معاك هكون عنك صوره لا يمكن اغيرها، فاما انت انسان انا واثق فيك، يا اما انت انسان انا غير واثق فيك. فعندنا دي على فكره حتى في المجتمع، ولو عملنا لها اسقاط حتى في كل المجالات، حتى في المنتجات، المنتج ده انا واثق فيه هفضل اجيبه، حتى لو اتقال لي عنه حاجات وحشه هفضل اجيبه، ولو المنتج التاني ده انا مش واثق فيه مهما جالي فيه مدح برضه مش هاخده. تخيلوا في التعاملات وفي التربيه الموضوع يعني عميق قوي، جزئيه الثقه لازم نعرف ان هذه النقطه، أنا لو ابني ما كانش واثق فيا مهما أنصحه مهما أعدله من سلوك لن يتقبل مني. إحنا عندنا حاجة مهمة قوي اسمها الأب ودور الأب والأم ودور الأم. الأم ودورها ما ينفعش يقوم بها غير الأم، والأب ودوره، وهنا بقى النقطة المفروض نركز فيها، ممكن أي حد يقوم بيها مش شرط الأب. ليه؟ لو إن الأمومة صفة فطرية دايما كده الاطفال وهم صغيرين، لما يكون تكون انثى وهي صغيره لو صفات الامومه بتجري فيها،
معاملة الأطفال، تشيل أختها الصغيرة أو أخوها الصغير كأنه طفل وتبدأ تطبطب عليه، يلعبوا لعبة كأنهم هم أمهات بالفعل. لكن عمرنا ما شفنا طفل ذكر بيمارس الأبوة كأنها لعبة، أو في بداية حياته أو في صغره، لأنهم اكتشفوا إن الأبوة صفة مكتسبة مش صفة فطرية. فأنا لو ما مارستهاش، ما حاولتش أطبقها زيها زي السواقة، زيها زي أي مهارة، لو أنا ما مارستهاش بتتنسي. وهنا بقى تجيلنا مشكلة تانية برضو في نفس المرحلة اللي بنتكلم فيها، اللي هي من سن صفر لسن سنة، اللي هي سن صفر اللي هو لحظة الولادة لسن سنة. لو إن غياب الأب أو اللي بيمارس دور الأب من سن 3 شهور ل9 شهور، الكلام ده في علم النفس الشخصية، إلى 9 شهور يبدأ يزيد عند الأولاد اللي سموه بعد كده، اللي هو اسمه داء الأخذ، اللي بعد كده في الحياة الدارجة ما بيننا سموه السرقة. تخيل لو الأب مش موجود في حياة الطفل في الفترة دي، يبدأ يظهر عند الأطفال حتة حب الأخذ. زي مثلا الأم أعطت لابنها شيء ياكله، بعد ما ينتهي منه وأخوه اللي جنبه واخد نفس الشيء، بس أنا انتهيت منه الأول، تبدأ تظهر عندي زي غريزة إن عايز أخد في إيدي اللي في جنبي، الحاجات اللي معاه عايز أخدها، أي حاجة في إيد الشخص اللي في جنبي ده أنا عايز أخدها. دي اللي بعد كده سميناها سرقة. يكون عنده حب فضول قوي لتملك الأشياء، قال لك ده سببه غياب الأب بالذات. واكتشفوا بعد كده إن غياب أي حد إذا كان الأب أو الأم، الأم دورها أساسي، ده ما فيهوش نقاش فيه. تخيلوا ده بس من غياب دور الأب، تخيلوا لو الأم كمان مقصرة، طبعا دي مصيبة. قال لك بعد كده هيبقى الموضوع مش هيكتفي إن هو يأخذ بإذن أو من غير إذن، هيبقى الموضوع أقرب لحب امتلاك الأشياء حتى اللي هي عارف إنها مش في إطار بيته. فلو راح عند بيوت الناس التانية يبقى عنده مثلا شاف القلم ده شكله حلو يحب ياخده. هو مش، خلي بالكوا، هو لسه لم يفهم مفهوم يعني ايه سرقه. دي طبعا بتظهر بعد 3 سنين و4 سنين، هو ما يعرفش يعني ايه سرقه، هو يعرف يعني ايه اخذ. طبعا دي نقطه محتاجه وقفه، ان انا اتهم ابني بان هو سارق وهو لسه في سن صغير، لا، الضمير بيتشكل عند سن 7 سنوات. عشان كده الطفل لما بيعمل اي حاجه غلط قبل ال7 سنين هو ما كانش يقصد انه يعمل الحاجه الغلط دي، بيبقى في وراها نوايا اخرى. لكن لو ارتكب شيء غلط بعد ال7 سنوات اعرف ان هو كان قصده ان هو يعملها. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك علموهم ل7، لسه الضرب ما جاش. ودي غلطه تانية وغلطه شنيعه، مفهوم الضرب عند الاهالي. قال لك تخيلوا، قال لك الالم الواحد على الوجه واحد، قال لك بيقتل في المخ من 2000 ل 3000 خليه الكف الواحد. تخيلوا كم مره ضربنا احنا اولادنا وهم حتى لسه في سن صغير. الانسان في بدايه مرحلته العمريه بيكون معدل البناء في جسمه اعلى من معدل الهدم، عشان كده جسمنا بيكبر لغايه لما نوصل لمرحله المراهقه بيساوي، يعني او بمعنى اصح اللي هي الشباب قوي لحد 30 40 معدل البناء والهدم متساوي، فيفضل جسمك ثابت لمرحله كده وبعد كده يبدا يقل. ايه اللي بيحصل؟ معدل البناء في جسمي بدا يقل ومعدل الهدم بدا يزيد، ساعتها بيبدا جسمنا بيكبر وتحصل حاجات اللي هي زي الشيخوخه والعجز، والظهر يبدا ينحني، معدل الهدم زاد. هنا بقى بتيجي المشكله. تخيلوا وانا ابني بيتشكل وبيتبني وانا رحت مديله الكف ده، قتلت له من 2000 ل 3000 خليه في مخه. 3000 خليه دول كان ممكن يتخزن فيهم خبرات وذاكره وتجارب وتزيد من نسبه ذكائه. انا رحت قتلهم. تخيلوا ده في مره. ده اللي هو الالم الواحد. طب لو 2 3 4 5 لو سنين على هذا الحال، اذا انا ممكن اسبب نوع من انواع البلاهه لابني بسبب كثره الضرب. طبعا في علم كامل اسمه سيكولوجيه العقاب، امتى اضرب امتى ازعق. طبعا الصريخ بيبقى لاسباب معينه وبطريقه معينه، امتى يكون الكلمه كفايه، امتى تكون النظره كفايه. لكن احنا لما نستخدم في الضرب وكاننا بنبتدي باقصى شيء في البدايه، كاننا نستخدم اصعب شيء وقمه العقاب في البدايه. عشان كده اللي بينضربوا في مراحل عمريه اولى الاهالي بعد كده بيحتاسوا في تربيته، ما يعرفوش ازاي يعاقبوه، ازاي يقوموا سلوكه، هم استخدموا اقصى شيء خلاص. لكن مفهوم، عشان كده لما احاول اتناقش معاه احاول اكلمه الموضوع ما بيكونش موجود، بيبقى صعب قوي. انا خلاص انا فقدت كل الاساليب بيني وبينك لان انا استخدمت احد سلاح واكبر سلاح. عايزين بقى نتكلم في جزئيه تانية مهمه قوي. قال لك عند الطفل في المرحله الاولى دي من سن الولاده لسن سنه، مركز الاشباع الشهوي عند الاطفال كله، يعني او مركز الاشباع النفسي كله متوقف عند الفم، ممثل في عمليه اللي هي عمليه المص او عمليه الرضاعه. قال لك عشان كده الاطفال اللي لم ياخذوا حقهم في الرضاعه بتبدا تطلع عندهم شويه اضطرابات، عارفين زي عمليه مص الاصبع دي،
دي من ضمنها ان يفضل صباعي فوق حتى مراحل عمريه كبيره، ممكن ادخل في 3 سنوات واربع سنوات، معناها ان المرحله الاولى لم تكتفي عندي. اعرفوا ان الشفاه، منطقه الشفاه عند الاطفال تمثل ليهم اللعب والمتعه والاكل والشرب وحتى الجنس، لان الجنس غريزه مش لسه هتتشكل. لا هي بس الفكره كلها بينتقل موضوعها من مكان لاخر مع اختلاف او انتقال من مرحله عمريه لمرحله اخرى. يعني حتى الطفل الرضيع عنده جنس بس هو عنده ممثل في عمليه في الفم، فتخيلوا انا لو لم اشبع هذه المنطقه بتكون المساله بعد كده بتيجي اضطرابات حتى في العلاقه الحميمه بين الشخص ده وبين زوجته في المستقبل. يبدا يركز حتى على الجنس الفموي اكتر ما يركز على العلاقه نفسها. طبعا بتبقى مشكله كبيره بعد كده، في ازواج كثيرين بيعانوا من الجزئيه دي. اذا هنا لازم نخلي بالنا كويس قوي ان لو حد من ابنائنا ما اخدش كميه الرضاعه الكافيه او يعني ما حصلش عنده اشباع لهذه المرحله وراح للمرحله اللي بعدها، هيكون في انتكاسات في الجزء النفسي هنا. قال لك حتى الحضن ليه معنى. تعالوا كده الاطفال اللي هم لم يحضنوا بشكل كافي، كان الحكايه كلها شيل بس، انا بشيله بس، لكن فكرة الحضن وأضمه وأطبطب عليه كان الموضوع قليل قوي بسبب انشغالي بقى، بسبب إن حد كان معايا في التربية وأنا لما كنتش بمارس ده وحد غير اللي كان بيعمله. بتطلع عند الطفل نفس الاضطرابات، بتطلع عنده إحساس الحقد، إحساس الكراهية، إحساس ده الأسوأ بقى إن هو غير مرغوب فيه، تزيد عنده لما يكبر ما يحسش إنه منتمي لهذه الأسرة. تخيلوا ده كله بس لجزئية الحضن. يعني لو قصرنا في شيء احنا ممكن نشوفه في حياتنا الدارجه، لاننا لم نتعلم، لم ندرس حاجه اسمها علم نفس النمو، ما نعرفش النمو النفسي والجسدي والوجداني والعقلي للطفل. فبتكون النتيجه ان احنا بنتعلم او بنتعلم فيهم بنعلم او يعني بنمارس عليهم ما نصح اللي اهالينا مرسوم علينا من غير علم، من غير خلفيه، من غير دراسه. في مقوله تنسب لسيدنا علي بن ابي طالب، هي تنسب اليه بغض النظر اذا كان في طبعا ناس شككت فيها بس المعنى موجود. يقول لك ايه؟ يقول لك لا تربوا اولادكم كما رباكم اهاليكم. ليه؟ قال لك لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم، فعلى اي اساس بتربي بنفس الكيفيه؟ المعطيات والحاجات اللي كانت بتاثر في الشخصيه زمان غير الحاجات اللي بتاثر دلوقتي. لو شفنا زمان مثلا ولنفرض من 60 سنه ولا من 70 سنه، كان الحاجات اللي بتؤثر في الشخصيه زي ايه؟ التلفزيون اول ما ظهر مثلا، الراديو، البيئه، الأصدقاء. تخيلوا دلوقتي كم الحاجات اللي ممكن تغير في شخصية ابني أو شخصية بنتي، كم المدخلات الجديدة اللي أثرت علينا في حياتنا وإحنا بنربي بنفس الطريقة اللي كانت من 60 سنة و70 سنة. فمنتظرين على أي أساس نتيجة مختلفة وإني أطلع للكون إنسان سوي؟ ده إحنا بنقول الثقة بالنفس اللي بلاقي معظم الناس في بعض الدورات التدريبية يفتقروا إليها، ما عندوش عنصر الثقة بالنفس، محتاج إنه يكتسبه، محتاج إنه يكتسبه، الموضوع عنده مكتسب مش فطري. نرجع بقى لنقطة تانية مهمة قوي في سيكولوجية العقاب. الناس اللي بتضرب قبل ما الطفل يكمل 6 سنوات أو 7 سنوات في أوروبا وفي أمريكا بره بيوصلوا لمرحلة إن لو أنا ضربت ابني قبل ما يكمل السن ده من 7 إلى 8 سنوات قبل ما يكتمل هذه المرحلة، قال لك بيوصل لمرحلة ممكن يتسجن، ممكن ياخدوا الأب أو الأم اللي مارس هذا الشيء ويسجنوه، بيعتبروها جريمة. وإحنا عندنا من أكثر من 1400 سنة سيدنا محمد قال لك لحد 7 سنوات لم يتحدث عن الضرب بأي شكل من الأشكال، قال لك فترة التعليم. المرحلة الأولى من حياة أي إنسان قائمة على حاجتين في التعلم، قال لك أول حاجة التكرار، أمارس الحاجة مرة واثنين وثلاثة وقوله ده صح ده صح ده صح ده غلط ده غلط ده غلط أكثر من مرة، والحاجة التانية التقليد. عشان كده شوفوا السلوكيات اللي أنتوا بتمارسوها يعني أمام أبنائكم. أنت ما تجيش تشتكي إن ابنك عصبي أو بنتك عصبية وانت او انت عصبيين، ده طبيعي، ده شيء تلقائي جدا. اصل هو في 7 سنين الاولى وهو بشكل شخصيته هو شايف مين قدامه، مين اللي واخده مثل اعلى وقدوه. اعرفوا كده وانتوا بتتعاملوا مع الاطفال ان هم عاملين زي السفنجه الناشفه، اي حاجه هتسقط عليها كانت نظيفه كانت قذره هيمتصها وهيبتدي تشكل حياته بعد كده. فممكن احنا قاعدين بنقول كلمه لا نلقي لها بالا، سبحان الله حتى النبي سيدنا النبي قالها لا تلقي لها بالا تهوي بك في النار 70 خريفا. ممكن انا اقول كلمه وانا ما كانش قصدي اثناء التربيه، اطلع انسان غير سوي وبنى شخصيته على حس الكلمه دي، وتكون النتيجه ان طلع لي حد غير سوي في الاخر. انتوا شايفين كميه الاخلاقيات اللي بقت منتشره عندنا، كميه السلوكيات اللي بقت منتشره عندنا. احنا بنعاتب المجتمع، بنعاتب البيئه، بنعاتب المدرسه، واحنا المفروض نعاتبهم وهم اول ناس يتعاقبوا، الاب والام في الجزئيه دي.
طيب معانا تليفون الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، أهلا بك أستاذة منى. إزاي حضرتك يا دكتور؟ بخير والله الحمد، الحمد رب العالمين. بسأل حضرتك يا ريت تساعد الواحد، يعني أحيانا إيه أعمل ناس كويس كل حاجة، بس إيه بيساق إليا منهم، مثلا جارتي حاجة، صاحبتي، ألاقيهم غدروا، بالرغم كده نفسيتي ضعيفة، معرفش أشوف حضرتك إيه بالظبط تفسرني. تمام، يعني عايزة أشوف هو بس عشان بالظبط الصوت واطي شويه، لو يعلو الصوت. بص وتبقى كده يعني غلط. استاذ منى، عشان افهم سؤالك، انت نعم؟ بتقولي انت بتعاملي الناس كويس بس هما مش بيعاملوكي كويس. لا ساعات بقابل بإساءة، فأنا عايزة أعرف ليه أنا شخصيتي لما بقابل بالإساءة أبقى برضه أجري ورا الشخص وعايزة أصالحه وبزعل الأول أو أتخاصمنا، بالرغم إن هو المفروض من ناحية العقل الموقف إن أنا آخد موقف عشان اللي قدامي ما يفتكرش ده ضعف، لكن حاضر. بتبع ربنا سبحانه وتعالى بيقول والقادمين الغيظ والعافين عن الناس، بس ده بيبقى مجهود على أعصابي. تمام. بزعل مثلا بخبط على حد الاقي ما يردش عليا، مش عارفه ايه اعمل، لو انا الانسان مش خطاء اعمل مثلا 8 حاجات كويسين، جيت عملت خطا او ما عملتش واجب مع حد في تمام. حاجه واحده او اتنين يتقلب المقياس ويبقى المقابله وحشه جدا واسلوب وحش. حاضر، هجاوبك. يعني حاضر استاذ منى، هجاوبك دلوقتي. اللي انت لازم تعرفيه ان اللي عندك نعمه يفتقر اليها الكثير والكثير من الناس. في ناس تقول لك انت لو غلطت فيا استناك لغايه لما انت تيجي تعتذر لي، وفاكرين ان ده الصح وان دي سلوكيات الناس اللي هي اللي يعني اللي محتفظه بكرامتها. المشكله عندنا احنا حتى مفهوم كرامه احنا ما نفهموش. دايما يقول لك انا هغلط فيه عشان كرامتي، انا لازم ارد عليه عشان كرامتي، انا يعني لازم اغلط فيه عشان كرامتي، او واشتم واعمل. ليه دايما بننسب الحاجات السلبيه للكرامه؟ عمرنا ما سمعنا حد بيقول انا هصلي عشان كرامتي، انا هصوم عشان كرامتي، انا هسامح عشان كرامتي. دايما رابطين الكرامه بالحاجات السلبيه. عشان كده الطريقه المثاليه للتعامل مع الناس، على فكره من ضمن الحاجات اللي بتسبب ضغط نفسي في الضغوط النفسيه كده، قاعده كده، قال لك انتظار التوقعات من الاخرين، ان انتظر منهم ردود افعال معينه حتى لو كانت نظره. عشان كده لقوا ان احسن طريقه للتعامل مع الناس كائن من كان مين، حتى لو زوجك اولادك، خلي التعامل معاهم منك ليهم افقي، وتنتظر العائد راسي. اوعى تنتظري حاجه من الناس حتى لو كانت نظره، ادي للناس وما تنتظريش منهم كده، انتظري العائد من خالق السماوات. صدقيني انت لو عملت مشيتي بهذه المنهجيه هترتاحي كتير قوي. من انتظر عائد من الناس، انتظر كلمه كويسه، انتظر شكر، انتظر اي حاجه، اعرف ان هو ما بيرتاحش، ويكون الموضوع لان ردود افعال الناس غير متوقعه، متوقفه عن حالته المزاجيه والتوقيت زي مثلا اللي بيجي ينجح ويجري على اهله ويقول لهم يا جماعه انا نجحت، هو منتظر بقى هو الليله وفرح بجد، الف مبروك يا ابني، اتفضل، طيب كويس خلاص، طيب اقعد دلوقتي بس عشان بنخلص حاجه. تخيلوا حالته النفسيه تكون عامله ازاي. لكن الفكره الاساسيه اني بتعامل مع الناس انا افرحهم او اديهم الحاجه اللي انا بعملها، وما انتظرش عائد منهم حتى لو كان نظره، ما بالك بكلمه او فعل او سلوك. دي الحاجه الاولى. الجزئيه الثانيه بقى جزئيته، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تجيتي في نقطه مهمه جدا، قال لك شو بقى الشيوخ قالوا ايه في الجزئيه دي. قال لك لكي ترتقي فوق مرتبه البشر، قال لك الانسان الطبيعي زي ما انت قلتي بالظبط كده، حته العقل، قال لك الكاظمين الغيظ ان لو حد غلط فيا اقدر اغلط فيه. خلي بالك النقطه دي، اقدر اغلط فيه، لان ما فيش اسهل من الغلط. قال لك ان انا اكتم الجزئيه دي. عشان كده من اول النصائح اللي بنصحها للناس اللي هم سارعين الاستثاره وبيغضبوا بسرعه، اقول له اول حاجه اقفل ده، لو قدرت تقفله لمده دقيقتين صدقني حاجات كتير كنت انت ممكن تقولها وتقع فيها هتحوش نفسك. يبقى اول حاجه تعملها اقفل ده. انت كده عملت اول درجه ربنا يتكلم عنها اللي هو كظم الغيظ. طب المرحله اللي بعد كده، قال لك والعافين عن الناس. قال لك ليه؟ قال لك انت لما تكظم الغيظ لسه في نار قايده جوه هنا، لسه في احاسيس جواك ويعني وطاقه سلبيه مكبوته جواك انت عايز تنفس عنها. قال لك عشان كده والعافين عن الناس. قال لك العفو هو انك انت توصل لمرحله ان كان الشيء ده ما حصلش، تم مسحه تماما. حتى في حديث قدسي عن رب العالمين بيتكلم عن العفو رائع، يقول لك ايه؟ يقول رب العزه ما وجدت ذنبا اعظم. تخيلوا ربنا بيتكلم عن اعظم ذنب هو شايفه، قال لك ما وجدت ذنبا اعظم من جاء في جنب عفوي وظني اني لا اغفر الذنب. اذا العفو هو مسح الشيء كانه كان لم يكن، كانه ما حصلش.
تمام؟ قال لك ده لتطهير القلب واخراج الطاقه السلبيه منه. لحد كده احنا في مرتبه البشر. قال لك عايزه ترتقي عن الحاجات اللي بتيجي في العقل البشري العادي؟ قال لك اعملي الثالثه، والله يحب المحسنين. قال لك ان شاء الله حتى تدعي. على فكره من اكثر الحاجات اللي بتفعل التسامح وبتطهر القلب اول باول، قال لك انك تدعي للاخرين بظهر الغيب باكثر يعني الادعيه اللي انت بتحبيها لنفسك. اللهم ادخله الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، ارضى عنها شافع فيه الرسول. ابداي بقى طلعي الحاجات اللي انت بتتمنيها لنفسك. ما تساليش نفسك انت ليه كده، اللي عندك نعمه تمسكي بيها. لما جه حد واحد من الصحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الان يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، الى الان انا لم اجد اسم هذا الرجل في كتب السنه كلها. والقصه معروفه بتاعت سيدنا عبد الله بن عمر لما راح بات معاه عايز يعرف ليه النبي قال عليه شهاده من رسول الله ان ده من اهل الجنه. لقى في الاخر لقى ما بيصلي يعني صلاته من الليل عاديه جدا، قراءته من الورد بتاعه بسيط جدا، بس قال لك انا بنام بالليل ولا احمل في قلبي ضغينه من احد. فاللي عندك نعمه تمسكي بيها. سيد النبي قال لا يكون احدكم امعا، اذا احسن الناس احسن واذا اساءوا اساء. انا غيركم كلكم، مهما الناس تتغير مهما الناس تحاول تسيء خليكي على قناعه انا غيركم كلكم. اتمنى يكون ربنا وفقني لاجابتك. طيب احنا نرجع للجزئيه تاني، نرجع للموضوع التربيه اللي كنا بنتكلم فيه. طبعا احنا كنا واقفين عند المرحله الاولى من سن الولاده لسن سنه. طبعا الجزئيه دي مهمه جدا، رغم ان احنا قلنا قعدنا اتكلمنا على جزئيه ان موضوع الحضن ومدى اهميته. وعلى فكره معظم الاهالي اللي بداوا يحضنوا اولادهم متاخر بيلاحظوا حاجات غريبه قوي، مدى تعلق ابنائهم مثلا كمل 7 سنوات او 8 سنوات وبداوا يحضنوا اولادهم، مدى السعاده اللي بيكون الولاد فيها في الحضن ده، وكانه نفس كانه بيروي عطش او بياكل بعد جوع. صدقوني الاحتياجات النفسيه زيها بالظبط زي الاحتياجات اللي هي اللي بيسموها الفسيولوجيه، لا غنى عنها، بتجوع وبتشبع وبتتملي زيها زي الاكل والشرب، زي الغرائز. مش كل حاجه في الدنيا بيتم اشباعها بالحاجات الماديه بس، صدقوني كتير قوي احنا بنحتاج حاجات برضو نفسيه. نخش بقى في جزئيه تانية، المرحله اللي بعد كده. قال لك من سن سنه لثلاث سنوات، خلاص عدينا المرحله الاولى من سن الولاده لسنه، نخش في المرحله اللي بعدها من سنه لثلاث سنوات. دي بقى محتاجه وقفه، لان هنا بيبدا الطفل يتعلم المشي، هنا الطفل بيبدا يتعلم الكلام، هنا الطفل بيبدا يتعلم حاجه اسمها المبادره، ان انا اقدر، ان انا ممكن. الحاجات دي ما كانش يفهمها لان كان لسه كان عاجز ما يقدرش يعمل اي حاجه. بيبدا في المرحله دي الطفل بيكتشف العالم حواليه في المرحله دي. طبعا مرحله مهمه جدا وخطر جدا، بس معظمنا لا يقدرها. ايه اللي بيحصل؟ بيبدا بقى في المرحله دي الطفل يستقل بذاته جزئيا، وينتقل مركز الاشباع الشهوي عنده او الاشباع النفسي زي ما قلنا كان في الاول ممثل في عمليه المص، حتى عشان كده نلاقي الاطفال اي حاجه بيصل ايديها يعني اليها ايديهم على طول على الفم، صوابع ايده اديله اي حاجه هتلاقي لا ارادي بياخدها على فمه. هو بيكتشف العالم عن طريق الشفاه. بعد كده لما بيبقى من سنه لثلاث سنوات بيحصل شويه تغير في نفسيه الطفل ناتج عن عمليه التسنين، ظهور الاسنان. تخيلوا كده احساس الاسنان، يعني الطفل ان في حاجه بتشق اللحمه عنده وبتخرج حاجه صلبه، بيكون فيها اضطراب نفسي. فيبدا الطفل ينتقل من عمليه الاشباع من الشفاه لعمليه العض، فيبدا يعض اي شيء يصل اليه. وهنا بتيجي لحظه مهمه جدا اللي هي بعد كده اللي هم بنسميه احنا اللي هي لحظه الفطام. تعرفوا ان اول عمليه احباط بتحدث للطفل بتحدث في مرحله اللي هي جزئيه الفطام. يعني اول عمليه احباط حصلت للانسان جات له من امه. عشان كده المرحلة دي لو لم يعني نخرج منها سالمين بتجي لنا مشاكل كتير قوي. معظم الأمهات بترتكب في عملية الفطام دي شوية أفعال شنيعة. اللي بيستخدم حاجات حارقة كده بتحرق الفم واللسان، واللي بيستخدم حاجات ألوانها غريبة، واللي بيستخدم حاجات ألوانها مرة أو طعمها مر قصدي، برضه بنفس الكيفية. ده اللي احنا اتربينا عليه وتعودنا عليه. ما يعرفوش إن الموضوع ده العقل بيرفض اي تغيير مفاجئ. العقل بيرفض اي تغيير مفاجئ، لازم العمليه تاتي بالتدريج. اعرفوا ان الطفل لحد هذه المرحله ما يعرفش في الدنيا يعني ايه لا. كل شيء كان بيتمناه، كل شيء بيسعى ليه بيلاقيه بيجيله. هو قائم في المرحله دي على عمليه الاخذ اصلا. عمركم ما تدوا حاجه لطفل وتلاقيه بيعملها لك كده. اعرف ان على طول الحركه اللي بيعملها اخذ، كلها قائمه على الاخذ. فتخيلوا
في عملية الفطام لأول مرة الطفل بيحس إن في حاجة في الدنيا اسمها لأ. تخيل إن أنت لو مكانه وتكتشف إن الدنيا فيها حاجة اسمها لأ، ومش كل اللي أحتاجه أو كل اللي أتمناه بيجيلي. عشان لازم المرحلة دي تتم معالجتها بطريقة إيجابية جدا. بيبدأ ياخد موقف من الأم، وفي طبعا بتحصل مشاكل كتير بتجيلي في الاستشارات في المرحلة دي إن ما عدناهاش بطريقة سالمة. ساعات بيبقى الموضوع الأطفال بيقابلوا الموضوع ده بعنف، بيكون رد فعل عدائي أو عدواني ناحية الأمهات. في المرحلة دي بيبدأ الطفل برضه يتعلم المشي. دايما الطفل اللي بيحاول يقوم نفسه من هنا ممكن يطلع لنا اللي بنسميه بعد كده إنسان تابع، غير قادر إن هو يكون قائد. ليه؟ عارفين لما يبدأ الطفل يحاول يمشي ويتسند ويحاول يقوم، أول ما يجي يقع إحنا إيه اللي بنعمله؟ بنجري عليه وبنحاول نسنده ونقومه، ولا معلش وألف سلامة، ونشيله ونطبطب عليه. قال لك في المرحلة دي بالذات لازم نسيب الطفل يجرب ويحاول ويغلط، لأنه لازم يتعلم بهذه الطريقة. قال لك إن العقل عندنا بيشتغل بحاجة اسمها البارادايم. إيه البارادايم ده؟ عشان ما نقولش بس كلام تقيل على المشاهدين، قال لك هو حفر مسار عصبي المقصود بيه هي دي التجربة اللي أنا بعملها عشان أخزن خبراتي. فإيه اللي بيحصل؟ هو بيحاول يقف فمين بيقع، بتخزن في العقل بالظبط كده. انا بحاول امسك القلم ده، دي اسمها كده تجربه فاشله، هو بيخزنها كده. اذا ان انا اعمل كده دي حاجه غلط، فمش همارسها تاني، اجرب من ناحيه تانية. تجربه فاشله، تجربه فاشله، تجربه ناجحه. فقال لك بيحصل توهج عصبي ساعه لما يعني يحقق الهدف اللي هو كان عايز يعمله. من هنا بيبدا الانسان يتعلم. تخيلوا لما يبدا يقوم، وكل ما نحاول هو يعمل تجربه عشان يوصل للتجربه الناجحه ويعدي من تجربه فاشله في الثانيه في الثالثه، احنا بنحاول ان احنا فاكرين ان احنا بنساعده، احنا ما نعرفش ان احنا بنساعده، ما يعرفوش ان احنا بنضره. تيجي بعد كده يتكون عند الطفل حاجه اللي هو انا منتظر امي تعمل لي، انا منتظر حد يساعدني. بتكبر بقى مع الاولاد بعد كده ويتكون عندنا انسان اللي هو الاطفال بقى اللي هو ما يعرفش يذاكر غير والدته جنبه، ما يعرفش ياكل غير لو والدته بتاكله، ما يعرفش يشرب غير لو والدته هي ساعدته، ما يعرفش يختار او ياخذ قرار غير لما يلجا لحد من اهله. بنطلع تابع، ما بنطلعش انسان مستقل. ده على فكره المفروض ان الاولاد لما بيكبروا بيكونوا عندنا سند، اعرفوا ان ده بيكون حمل. لما نشكل انسان بهذه الكيفيه وبهذه الصفات احنا انشانا انسان يكون لنا علينا حمل في المستقبل. موضوع صعب، موضوع محتاج وقفة، لأن لما أطلع تابع ما طلعش قائد، يبقى أنا جبت إنسان للكون زيادة، مش بيضيف للكون، لا ده هو زيادة على الكون. حد إنسان تابع لاجئ محتاج مساعدات. طبعا دي بتبقى مشكلة بالذات عند الأطفال اللي هو بيكون وحيد أبوه وأمه أو آخر طفل تم إنجابه، بيتم ممارسة هذه السلوكيات كتير قوي معاه. الإنسان بقى في هذه المرحلة بيبدأ يتعلم حاجة اسمها المبادرة، ويبدأ يتعلم حاجة اسمها الاكتشاف. الأطفال في المرحلة دي لما يجي مثلا طفل يمسك كوباية ويكسرها، هو ما كانش يقصد انه يكسر الكوباية، هو عايز يشوف نتيجة شيل هذا الشيء وارتطامه بالأرض ينتج عنه ايه. احنا طبعا لما بيجي شايفين هو بيبص لها ازاي، هو عايز يكون نظرية. ولنفرض مثلا، حتى بستخدم تشبيه ده كتير قوي في الاستشارات، دي النار، هو ما يعرفش حتى ان اسمها نار، فيروح عليه يقوم ملسوع منها، فيبدأ يشكل جواه حاجة نظريه. حتى دي بعد كده اتكلم عنها واحد اسمه نظريه، عمل حاجه اسمها هي اسمها هو واحد اسمه كولب، عمل اسمها نظريه كولب للتعلم. قال لك الانسان قائم على تشكيل النظريات، وبعد كده بيعملها قوانين في عقله. بتتم ازاي بقى؟ قال لك ولنفرض ان دي النار وهو جه يلمسها فتلسع منها، فهو بيشكل جوه عقله ان الشيء المتوهج ده بيلسع، الشيء المتوهج ده بيسبب عنه احساس بالالم. فيبدا بقى يجي حد يقول له خلي بالك من النار، فيبدا يعرف ان دي اسمها نار، فيبدا يعرف ان ده شيء مؤذي، شيء لازم نبتعد عنه. يبقى لو انا عايز احرق شيء، عايز اذي شيء، عايز اعمل اي حاجه فيها ايذاء، استخدم هذا الشيء. دي خلاص هو كده كون نظريه عنده. فعرفوا ان هو عايز الانسان الطفل في هذه المرحله عايز كل شيء يكون عنه نظريه. فالطفل هو بيتعلم المشي عارف ان الكرسي ده انت شايفه كرسي انت تقعد عليه، هو مش شايفه كده، هو شايفه الحاجة اللي بسند عليها عشان أعرف أمشي. إذن هو المسألة كلها قائمة على تشكيل النظريات. عشان كده بنيجي نتدخل في المرحلة دي كتير ونخليهمش يعتمدوا ويستقلوا بذاتهم. بتجيلنا بقى شوية اضطرابات زي إيه؟ التبول اللي هو بيسموه، إحنا بنسميه التبول اللا إرادي كثير. إحنا بقى دخلنا كثيرا في التربية، يوصل لمرحلة إن هو لا يعتمد على ذاته.
وينتظر ان هم يعني خلاص، ما انا عندي اللي بيغير لي وعندي اللي بيعمل لي، طب انا ليه اتعب نفسي واحاول اتحكم في العمليه دي؟ طب ما انا اسيب الدنيا كلها واخلي اللي بيساعدوني دول هم يحملوا الهم كله. شوفوا الاطفال في المرحله دي ممكن يبداوا وهم بيتكلموا، هنخش في اول المرحله اللي بعدها من بعد 3 سنوات ل6 سنوات هيبدا يتكلم، فممكن يعمل حاجه غلط ويكذب فيها ويقول لك انا ما عملتهاش. اعرفوا ان دي مش كذب، هو مش يقصد ان هو يكذب خالص. لو انا مثلا عايز امسك مثلا القلم ده خلاص، هل انا لما عشان امسكه اقوم لافف لفه طويله كده عشان امسكه، ولا امسكه كده على طول؟ العقل والمنطق بيقول اقصر طريق واسهل طريق همسك بيه القلم. نفس القصه، الطفل بيفكر بسياسه اقصر طريق مش بسياسه الكذب، فهو بيتبع استراتيجيه معينه شاف ان الاستراتيجيه دي بتقيه من كميه مشاكل، من عتاب، من عقاب، فليه ما اتبعهاش؟ بعد كده لما يجي يكبر بقى ويمارس نفس السلوك بيبقى عارف ان دي حاجه غلط. عشان كده اكبر غلط بنعمله في التربيه ان احنا ننتظر وقوع الاخطاء وبعد كده نعدل السلوك. يعني مثلا اتفقنا مع اولادنا ان هم ما يعلوش صوتهم في وجود ضيوف، خلاص احنا قلنا لهم كده لا بلاش بلاش التشبيه ده، هجيبها لكم بطريقه تانية. هو بالفعل عمل ده، جه قدام الضيوف وبالفعل عمل ده، فنيجي نقول له كده عيب كده غلط، احنا عدلنا السلوك ده صح. طب تخيلوا لو احنا جينا قبل ارتكاب اي سلوك او ارتكاب اي شيء غلط واحنا جايبينهم في لحظه لعب، في لحظه صفا بيني وبين اولادي، وقلت له تعالى انا عايز اعلمك كام حاجه، وقعدنا نتكلم معاهم ونقول لهم الحاجه الفلانيه لما يجوا الضيوف لازم ما نتكلمش بصوت عالي، لازم ما نقاطعهمش، لازم ان هم يتكلموا ننصت اليهم ونركز معاهم ونقعد مؤدبين. ما نعدلش السلوك بعد ارتكاب الغلط، لا نزرع فيهم القيم قبل الوقوع الغلط. انا متاكد ان نسبه الاهالي اللي بيعملوا كده يمكن لو يعني مش عارف بس افتكر انها ضئيله جدا، اللي هو اعلمه القيم قبل ارتكاب الاغلاط. احنا بنستنى ان هو يوسخ ايده عشان اعلمه النظافه، بنستناه يعلي صوته عشان اعلمه الاداب الحديث، بنستنى ان هو يكسر الحاجه عشان اقوله ده غلط انك تكسر حاجه زي كده. تخيلوا بنعلمهم القيم دي. تعرفوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتبع نفس السياسه ونفس اللي انا بقوله ده؟ عارفين اتمت ازاي؟ لما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى حد من الاطفال بيلعب وقال له يا غلام تعالى معلمك كلمات. الطفل كان بيلعب، وسيدنا محمد قال لك دلوقتي وقت مثالي لزرع قيمه. ما استناش الطفل وهو بيرتكب غلط ولا وهو بيعمل اي فعل سلبي، لا لا لا، كان لحظه عاديه جدا، قال له تعال معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت استعن بالله، واعلم ان الامه، الحديث اللي انتم عارفينه. ليه ما بنعملش ده مع اولادنا؟ ليه ما نكونش النهارده مثلا اخطط بيني وبين زوجي، ودي هنيجي الجزئيه دلوقتي مهمه قوي، اخطط بيني وبين زوجي النهارده هنعلمهم قيمه النظافه، مش ننتظر ان هم يلوثوا ايديهم، وبعد ما نعلمهم القيمه ما تيجي يلا نطبقها، نعلمهم الاحسان ومساعده الاخرين، نكلمهم عن الخير وان نقف جنب الناس وربنا بيحب اللي بيساعد الناس، وبعد كده نلاقي مثلا عابر سبيل او صندوق تبرعات وتدي له هو يروح يحطها. بس بعد ما تزرع فيه القيمه فيحس ان هو عمل انجاز بالفعل وهو اللي يطالب ان هو يمارس ده. اذا اجمل اسلوب لزرع القيم او تعديل السلوك او تعليم السلوك الجديد ما ننتظرش وقوع الغلط عشان نعدل، لا، قال لك في لحظه صفاء، في لحظه لعب، في لحظه جميله بيني وبين ابنائي، ساعتها انا اخده واعلمه هذه القيمه. ده بقى ياخدنا لجزئيه ثانيه مهمه جدا، اختلاف التربيه بين الاب والام. الاب بيربي بطريقه والام بتتربي بطريقه مختلفه، دي بتعمل كوارث، بالظبط كأن واحد بيبني والتاني بيهد. انت متخيلين واحد شغال على جزئيه السلوك وتعديله والتربيه وماشي بمنهجيه تربويه مع الطفل، ويجي مثلا ولنفرض ان الام هي اللي ماشيه كويس، يجي الاب بعد كده راجع من الشغل كل اللي بيعمله الابن ارتكب اخطاء ومفروض هو يعدلها، هو كل اللي يهمه ان الولاد يكونوا بيضحكوا معاه، ان الولاد يحبوه، ان الولاد يكونوا سعداء بحضوره، فيكافئهم ويهديهم ويمارس معاهم كل الايجابيات، فالولاد يتعلقوا بيه وينظروا لامهم ان دي مصدر العقاب ودي مصدر الالم، فيتعلقوا بابيهم اكثر ما يتعلقوا بامهم. طبعا دي بتبقى مشكله. طب ولنفرض ان ربنا هداهم والاب والام بيربوا بنفس الكيفيه ومتفقين،
ساعتها بقى بيدخل لنا حاجات تانية، عناصر خارجيه، خال، خاله، عم، جد، جده، يدخلوا في جزئيه التربيه. لو بيدخلوا بشكل ايجابي متفق مع الاب والام، اذا احنا فعلا جبنا نتيجه ايجابيه. الطفل يبدا يشوف ان كل العناصر اللي حواليا اللي بتشكل في شخصيتي كلهم متفقين على كلمه واحده. لكن لما يلاقي في اكثر من راي واكثر من تدخل بيتم، هيبدا يدور زي ما قلنا على اقصر طريق، اكثر طريق واكثر شخصيه بتمثل ليا راحه، والعقاب عندها اقل، واللوم عندها اقل. فيبدا الطفل يلاقي الاطفال بيتعلقوا بالجد، بيتعلقوا بالجده. ليه بعض الجدود بيتدخلوا بقوه في جزئيه التربيه في مراحل تكوين الهويه النفسيه عند الانسان؟ قال لك من بعد عمر 60 بيبدا لو الاب والام ما عندهمش رساله عايشين عشانها، او عندهمش قيمه هم عايشين عشانها، قال لك بيبدا يشعر ان هو بدا يفقد العطاء. بدا يشعر ان انا خلاص ما عادش حد محتاجني، انا خلاص ما عادش بيتاخد برايي، انا العطاء عندي نفذ، ما عادش حد بيحتاجني. فيبدا ينظر للاحفاد على انهم فرصه جديده اني اثبت عطائي، هو نظرته كده. فبيبدا يتدخل بقوه. طبعا هو عايز يتدخل بس عايز يكسب انتماء الطفل. طبعا حته كسب الطفل دي بيكون نقطه محوريه عشان ما اتكلمش عنها واجي اقطعها. هنخرج فاصل ونرجع نتكلم عن النقطه دي والجدود ممكن يعملوا ايه اثناء التربيه. نخرج فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. اهلا بكم مره تانيه اعزائنا المشاهدين. كنا متوقفين عند جزئيه تدخل الجدود في التربيه، وان دول ممكن فعلا ياثروا في تشكيل ابني او بنتي. السؤال بقى هنا، احنا نحل الجزئيه دي ازاي؟ لازم واحنا بنتكلم معاهم ما نفهمهمش ان الموضوع انتوا ما تتدخلوش، انتوا ما لكمش دور، سيبوني اربي ولادي. الولاد هيتعلقوا بيهم انتوا شئتم ابيتم. اعرفوا ان الموضوع مش مشكله في الجد والجده. المشكله ان الجد والجده بيقدموا حاجه، انا كطفل شايف ان جدي وجدتي بيقدموا لي حاجه ابويا وامي مش بيقدموها. اذا يبقى انا الجزئيه اللي انا بربي بيها خليت الطفل مصدر ثقته ومصدر راحته خلاها ربطها بالجد والجده وانساني انا. يبقى اللي المفروض نعدله الحاجات الايجابيه اللي ابني بيعملها انا اقدرها قوي، والحاجات السلبيه اللي ابني بيعملها لازم نركز في النقطه اللي هقولها الجايه دي. لازم تعرفوا لحد سن 6 سنوات اي فعل خطا ابني بيعمله لازم احسسه انه محبوب رغم خطاه، واني بحبك. عشان كده لما نيجي نعاتب اي حد من اولادنا ما تكونش المسافه بيني وبينه وانا بعده او بغلطه مسافه كبيره. قربوا من دايره الامان بتاعتك ودايره الطاقه بتاعتك، يكون قريب منك جدا، يكون قريب من جسمك جدا، وانت تتكلم معاه ويكون اسلوب حواري. بس ما لحد برضه سن 6 سنوات ما نقولش للطفل اللي انت عملته ده صح ولا غلط. هو شايف ان انت بتقولها وانت مكشر، فطبعا هيقول لك يبقى انا اللي عملته غلط. هو لسه ما يفهموش الشيء وضده، ما يفهموش تقييم السلوك. لسه تقييم السلوك دي يبدا الانسان يستشعرها بالفعل بعد 7 أو 8 سنوات. عشان قبل كده لما نيجي نحاول نقول لهم اللي انت عملته ده غلط ولا صح، هو على فكره اجابتهم قائمه على تعبيرات وشك. بدل ما انت مكشر يبقى اكيد هي حاجه غلط، لو انت مبتسم يبقى هي اكيد حاجه صح. فخلي بالكم من الجزئيه دي، وزي ما قلت لكم في الاول خالص راعوا تعبيرات الوجه كويس جدا واثناء التربيه. نيجي بقى نخش في المرحله اللي بعد كده، المرحله اللي بيسموها اللي هي من 3 لـ 6، نركز عليها شويه لان بعديه هيبدا الطفل ينتقل بعد كده للمدرسه. طبعا زي ما قلنا المركز الاشباع النفسي عند الانسان بيكون ممثل في الشفاء، وبعد كده عمليه العض تنتقل بعد كده لفتحه الشرج. بيكون عمليه الاخراج نفسها تمثل عند الطفل اشباع شهوي. تخيلوا، عارفين ليه؟ لان دي اول حاجه الطفل بيبدا يتعلم يتحكم فيها، فيشعر انها حاجه جميله. احنا بنشوف ان ده بيدخل الحمام او بيعمل يعني بي 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 بيلبي نداء الطبيعه زي ما احنا بنسميه، لكن ايه اللي في ده انجاز؟ اللي احنا ما نعرفوش انه بيبدا لاول مره في حياته جسمه بيبدا يتحكم فيه. هو بالنسبه له في شخصيته في نفسيته من جوه شايف ان ده انجاز، فبيكون فخور بالعمليه دي. عشان كده ممكن نلاقي بعض الاطفال في المرحله دي بيبدا يعمل عمليه الاخراج لما يكون مثلا مبسوط قوي او متضايق قوي في وقت غير مناسب او مكان غير مناسب، بيعتبرها في المرحله دي نوع من انواع التعبير عن النفس. انتوا متخيلين عمليه الاخراج بتمثل للطفل ايه؟ لغه بيتكلم بيها، لان دي الحاجه اول حاجه اتعلمت اتحكم فيها. طبعا لو لم ننتقل
لعمليه الـ يعني الجزئيه اللي هو من عمليه العض. طبعا الاطفال اللي عندهم 6 سنين وسبع سنين ولسه بيتخانقوا بعمليه العض، والعض اول حاجه بيمارسها اثناء الخلافات او الخناق او الضرب، اعرف ان في مشكله لم ينضج من المرحله الثانيه وراح للمرحله الثالثه، هو لسه عنده تثبيت للمرحله الثانيه. في المرحله الثالثه بقى لو لم نخرج منها سالمين وكان الاشباع الشهوي عندي ممثل في فتحه الشرج، هنا بيبدا يظهر لنا اللي احنا سميناهم بعد كده اللي هم المثليين، اللي هم الشواذ. ليه؟ منطقه الاشباع الشهوي لم تنتقل، المفروض بعد كده تيجي للعضو التناسلي، لا هي توقفت عنده عند فتحه الشرج. طبعا احنا انا لو اب او ام لا نفقه شيء في الجزئيه دي وابني توقفت عنده الجزئيه، بالذات ان هم الاطفال بيبداوا يطولوا في الحمام في المرحله دي، اطفال بيطولوا في الحمام مده طويله، يعني مبسوط قوي من العمليه دي لدرجه ان هو وصل 6 سنوات وسبع سنوات ولسه بيمارس نفس السلوك، بيطول جدا وبيحب يمارس الموضوع ده وياخد فيه وقت طويل. وناخد الموضوع ده على انه عادي من غير ما نركز او ندور او نبحث، هنا بتيجي مشكله مع الوقت. اعرفوا ان العضو الذكري عنده مش هينمو بشكل كافي، هيكون في مشكله في افرازات الغدد اصلا. المفروض في سن المراهقه حجم العضو التناسلي قالك بيوصل، ممكن توصل لمرحله انه بيكبر بنسبه 90%، وده من جوه ومن بره، يعني من جوه اللي هي كغدد وكاعضاء من جوه داخليه وكمان كعضو خارجي. طيب ناخد اتصال الحاجه سناء وبعدين نرجع للجزئيه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير ونفعنا بما قلت يا رب العالمين وتقبل منك. آمين. ممكن يا رب أشارك معاك؟ طبعا ممكن تشاركي، اتفضلي. أنا عايزة أقول يعني على قد ما أقدر يعني بفضل الله من سن الولادة حتى سن سنة يتأثر الأبناء إيجابا أو سلبا بمن حوله، خاصة الأم، حتى انه يتاثر وهو في بطن امه اذا قرات القران او سمعته بالزبط. او بالسعاده او بالكابه صح. وكانت الاشاره الاولى بذلك من معلم البشريه اجمعين الامي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم، عندما امرنا بعد الولاده مباشره بان نؤذن في اذن المولود بالزبط. وايضا هناك اعمال خاصيه التذوق وهي التحنيك بالزبط. والتربيه بالمعايشه والقدوه، وان قل الكلام خاصه في السن من قبل السبع سنوات، واستخدام خاصيه الترغيب والترهيب والثناء الحسن والتشجيع وزرع كل قيمه ايجابيه تناسب قدرته، ولا نتعامل مع كل الابناء باسلوب واحد صح. فكل ابن او ابنه شخصيه مستقله صح. بذاتها، فما يناسب هذا لا يناسب ذاك، والابناء يتشبعوا بالاباء والامهات سلبا او ايجابا وبمن حولهم، وتشكيل الفكر بالزبط. والسلوك والجوارح. انا عايزه اقول تشكيل الفكر والسلوك والجوارح على الصفح والعفو والتسامح والعطاء والايثار وكل تلك المعاني الطيبة التي تعلمناها من منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم بنفس منشرحة وقلب نقي صافي، يعطي ثباتا وثقة بالنفس صح. ويشيع روح الفرحة والبهجة والسرور والسعادة على الشخص ومن حوله، ولا أراه إلا من عدل الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والأقوال والأفعال كثيرة ومتنوعة، إذا فعلت بهذا المنطلق وهذا المنطق كان الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وهذا وأكثر من سماحة الإسلام وصميم تعاليمه، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. فتح الله عليك يا حاجة سناء، دايما مداخلاتك في منتهى الروعة، يعني أنا بحب مكالماتك، انت دايما عندك، حتى في بعض الناس سالوني عن مكالمات حضرتك بيقولوا لي بيحسوا ان حضرتك كانك عارفه الحلقه ومحضره ليها، فربنا يثبتك على الحق ويرزقك دايما العلم ويعلمك ما ينفعك يعني وينفع بما علمك. انت يعني اثرتي اكثر من قضيه في منتهى الروعه، يعني دي بنقابلها بقى في المذاكره. الاطفال لما بييجوا احنا بنعلمهم وندرسهم، هنتكلم عنها بالتفصيل لما ندخل في مرحله اللي هي من 6 سنوات اللي هو فتره الدراسه او مرحله التعليم. اللي عايزين نتكلم عنه بقى في الجزئيه اللي السابقه اللي هي اللي احنا كنا واقفين عندها من سن 3 سنوات لسن 6 سنوات، بيبقى عندهم حاجه اسمها الاطفال اللي عندهم، كان إريكسون اتكلم عنها، اسمها المبادره
مقابل الخجل والشك، اني اقدر مفهوم ان انا اقدر، واجعل الشيء الغير حقيقي اخليه حقيقي. يعني مثلا انا شايف حاجه، دايما اضرب برضو التشبيه ده، شايف حاجه بعيده المنال عني، حاجه محطوطه فوق الدولاب، والله فرضنا مثلا علبه فيها اي نوع من انواع الحلوى، تمام، وموجوده كمتناول ايد، انا لازم اتسلق عشان اقدر اوصل لها. احنا لما نلاقي حد من ابنائنا بيتسلق كده عشان يحصل على حاجه فوق او شيء او لعبه، بيبقى رد فعلنا ايه؟ ده من هجوم، صراخ، هتقع، هتنكسر، هتوقع حاجه. يعني اثبتنا له انه ما يقدرش، اثبتنا له في نفس الوقت انه لو حتى حاول هيتسبب في اضرار. كميه السلبيات اللي زرعناها فيه من محاوله مبادره بانه يقدر، احنا زرعناها فيه بمجرد بس انه يا عيني حاول. طب تخيلوا كده لو جينا ورا الطفل ووقفنا وراه وقلنا له اطمن انا وراك، ولو قدرت تجيب منها انا هدي لك منها، او قدرت تحصل لها هجيب منها. طب ناخد الاتصال ده ونرجع للتشبيه ده تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيكي استاذه يوسف، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا ابني عنده 5 سنين، تمام، وبعدين هو ما بيسمعش الكلام خالص، تمام، وبيعمل عكس كل حاجه اقولها له. مم. وهو في الاول خالص ما كانش كده. انا دخلته كي جي 2، وبعدين اتغير في كل حاجه، مش بيسمع كلامي خالص، وكل حاجه بيعمل عكسها بالظبط. التغيير جاله بعد دخول المدرسه يعني؟ اه تمام. هو غير المدرسه او غير المدرسه او كده؟ ايوه، الترم الاولاني كانت مدرسه، وقبل ما الترم يخلص باسبوعين اتغيرت. تمام. وكان متعلق بيها جدا، حتى انا بالظبط، ما بالظبط عشان كده انا بروح لها البيت وكده اهوت، بس ما بروحلهاش طبعا كتير. تمام. المهم هو بيسال عليها باستمرار، ومش متقبل مذاكره، مش متقبل اي حاجه. تمام. بقى عكس ما كان خالص، كان هادي جدا، ما بقاش كده خالص، بيعمل حاجات اول مره اشوفه يعملها. تمام. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. حاضر حاضر، هقول لك دلوقتي. بس انا بعمل حاجه غلط، وانا عارفه انها غلط، انا بقيت الجا للضرب، لان ما بقاش يسمع كلامي باي حاجه. حاضر. ولا بالمسايسه ولا بهدايا ولا ضرب مبرح يعني، ولا ضرب اللي هو لما بيخليني افكر، يبقى مبرح. مبرح. بضربه مبرح. في اي حته، انا مش عارفه انا بضربه فين. تمام تمام تمام، حاضر حاضر، هجاوبك. حاضر. طيب استاذه يسرى، بالنسبه لسؤالك، احنا عايزين نتفق على حاجه. لحد ست سنين مفيش حاجه خالص اسمها الطفل بيعند، دي نتفق عليها مبدئيا. لحد سن 6 سنوات مفيش حاجه اسمها الطفل عنيد، ما هو ما عندوش حاجه اسمها عند، عنده حاجه تانية خالص اللي هي بتموت عندنا احنا لما كبرنا، اسمها اثبات ذات. تمام. هي دي بقى تبقى المشكله عندنا، ان احنا بنخلط الاثنين ببعض. هما الاثنين شكلهم واضح، والاثنين شكلهم زي بعض. العند زي اللي هو اللي عنده احساس اللي هو انا عايز اثبت نفسي واحاول واجرب وانا متمسك برايي، هو ده اثبات الذات. بس احنا بقى لما الاطفال بيعكسونا في ارائنا سميناه بعد كده عناد. لو اتعاملنا مع الطفل في المرحله دي بالمفهوم ده ان هو عايز يثبت نفسه، هتلاقي دايما في المرحله دي الطفل بيحب يشد الاهتمام عنده، هو اهم حاجه شغله تفكيره، اهتم بيا، ركز معايا، يعني خلي تفكيرك كله متصب عليا. انا قابلت اطفال جم عملوا وصلوا لمرحله عشان يجذبوا انتباه، على فكره هو كل اللي يهمه القيمه بغض النظر عن السلوك، ودي لازم نفهمها كويس قوي. يعني هو عايز الاهتمام، هاخد اهتمامك باي طريقه حتى لو بحاجه غلط. انا في بعض في استشاره جات لي في طفل حرق كنبه كامله عشان يجي الاب والام يعنفوه ويصرخوا فيه، لان هو بيشاف ايه اللي كان بيحصل، لحظه المدح، ولما يجي يعمل حاجه صح برافو، الحركات اللي احنا بنعملها دي برافو شاطر، ولما بيعمل حاجه غلط بياخدوا وقت اطول قوي في العتاب والتعنيف. هو كل اللي يفرق معاه الاهتمام حتى لو كان بالسلب، المهم انتوا ركزتوا معايا. فلما طول ما احنا مدحنا مدته اقل واحساسه اضعف، وذمنا مدته اطول واحساسه اقوى، انا هفضل اعمل الحاجات الغلط، المهم ان انا احصل على اهتمامك. طبعا احنا ما بنركزش في الجزئيه دي، ما نعرفش ان هو ممكن تنادي عليه عشان يرد عليكي، ما يردش، فتنادي عليه مره واثنين وعشرة. ممكن تعملي حاجه تانية، ممكن تقولي له وضب اوضتك، ذاكر، اعمل، شيل، حط، ما يعملش. اعرف ان الجزء الاكبر اللي هو عايز يحققه انا اقدر ارفض واقدر اوافق، وفي نفس الوقت
هو شايف ان هي اثبات ذات، والقيمه اللي بيدور عليها قيمه اهتمام. اما بقى بالنسبه لجزئيه المدرسه اللي سابته دي، اعرفي ان المدرسه الجديده لازم تقعدي معاها وتخليها، هم المفروض ان هم دارسين ازاي يعني يحببوا الاولاد فيهم. خليها تبحث في حاجه اسمها الانماط المزاجيه، وتدرس نمط اسمه النمط المتامل. النمط المتامل ده صفاته وتركيبته هي صفاته وتركيبه المعلم المثالي. المفروض هم لو قلت لها الكلام ده هي دارسه وتكون عندها خلفيه. طبعا انا بقابل مصايب في بعض المعلمين ما عندهمش اي خلفيه عن اي حاجه. فانت فهميها ان لازم الولد يتعلق بيكي. احنا على فكره عندنا كده ايام المدرسه وايام الجامعه وفي كل حياتنا، ممكن نحب ماده او نكرهها بسبب المعلم. ممكن ماده انت طول عمرك ما بتحبهاش، صدفه ان جالها معلم كويس او معلمه كويسه، تتعلقي بالماده وتحبيها. لان على فكره المساله مش مساله الماده، المساله ان انت عايزه ترضي صاحب هذه الماده الممثل لك في المدرس او في الدكتور في الجامعه. انت عايزه تنولي رضاه، فبتجيبي درجات عاليه من حبك فيه مش من حبك في الماده. عشان كده انا هفقد متعتي في الدراسه وحب الدراسه، لان اللي كان محببني فيها اختفى السبب، فما عدتش هعطيك نفس النتيجه اللي انت منتظرها مني. فلازم نجدد السبب بان انا هنخلي المعلمه الجديده دي تتعلق بالطفل. لازم تروحي وتعلميها ده وتعرفيها ده. دي بتحصل كتير قوي المشكله دي بالذات في مرحله الكي جي فعلا، ان لما اتعلق بمعلمه قوي او بمعلم قوي ويختفي من حياتي فجاه، في اطفال بتجي لهم اعراض شبه اعراض الاكتئاب بالظبط، انطوائيه وانعزاليه وبكاء هستيري وصراخ وانفعال وعصبيه على اقل الاسباب. فبالنسبه لجزئيه العناد، قلنا ده مش عناد، ده اسمه حاجه اسمها اثبات ذات. بص لها من المنظور ده. والجزئيه الثانيه بالنسبه لموضوع المعلمه، دوري اكثر على حته انت ادي الولد كميه اهتمام اكثر، وروحي قبل المدرسه وفهميها ان الولد محتاج انه يتعلق بيكي انت. لو قدرت المعلمه تعمل ده، صدقيني هينسى اللي فاتت دي تماما، هتكون بس في الذاكره عنده لما يفتكرها، وهيتعلق بالجديده ويبتدي يحب الدراسه. شوفيها هي قاعده، كل حاجه في الدنيا احنا ربطنا بحاجه من اتنين، يا ربطنها بسعاده يا ربطنها بألم. فممكن اعمل حاجه غلط لاني رابطها بسعاده. يعني انا شايف مثلا اني لما ازعق لك واستفزك بقيت مرحله، دي بالنسبه لي حاجه بتمثل لي سعاده، لانك انت بدات تهتم بيا، هفضل اعملها مره واثنين وثلاثه، لانها جابت لي النتيجه اللي انا بدور عليها اللي هو الاهتمام، فسببت لي في سعاده، انت خليتك تهتم بيا في الاخر. وممكن ما اعملش حاجه رغم انها صح بس ما اعملهاش لانها بتسبب لي الم. انا شايف ان مثلا زي احنا حتى لما نيجي نكبر، لما نقوم نتوضى بميه ساقعه في الفجر، ربطناها مثلا انها بالم، فمش هقوم اعملها. لكن لو ربطتها بسعاده هنوصل لمرحله ارحنا بها يا بلال، نجري على الصلاه، مش نوصل للمرحله ان هو اصلي واعمل اللي عليا واسقط فرد وخلاص. اذا عشان نخلي اي انسان متعلق بشيء ويمارسه، لازم نربط له هذا الشيء بالسعاده. وعشان نخليه يتوقف عن فعل اي شيء خطا، لازم نربط له هذا الخطا بالالم. عشان كده حتى لما تيجي وانت بتعلمي الطفل اي حاجه غلط، وانت بتستخدمي تعبيرات وشك، لا 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 لا، بتستخدمي تعبيرات وش احساس بالالم كده، هو يحس ان في حاجه غلط، يبدا يتعلم كده. امال احنا ليه استخدمنا حاجه اسمها سياسه العقاب، او اللي هي بيسموها اللي سميناها اللي هي او ممكن ترهيب زي ما كانت الحاجه اسمها بتقول. فكره العقاب هو ربط سلوك الخاطئ بالضرب او بالاذى او بالصريخ او اللي هو العقاب. فالاثنين يتحطوا جوه العقل في ملف واحد. فلما اجي ارتكب نفس السلوك افتكر العقاب، فاقوم انا رامي ده كله. يقول لك وانا ليه امارس هذا السلوك؟ لا شكرا، انا مش حامل الحاجه دي، بدل ان هي مربوطه لي عندي بالالم، فهتوقف عنها وعن ممارستها. تمام؟ فاذا لازم ان نركز عليه، لازم نخلي الولد تفكيره كله في ان الدراسه حاجه حلوه، وتكلمي المدرسه بان هي تخليه يتعلق بيها. خصوصا في المرحله الاولى دي، مراحل مهمه جدا، مرحله الكي جي دي انت مش متخيل. انا بدرب يعني بدي دورات تدريبيه للمعلمين في المرحله دي. لما جيت قابلت معلمين مره، هم مجموعه، طيب ناخد تليفون تاني وبعد كده نكمل. السلام عليكم ام احمد. اهلا بيكي. لو سمحت انا عندي سؤالين. اتفضلي. اول حاجه انا عندي، احنا هنا عيالي يعني باباهم امام وخطيب وبيحفظ قران. تمام. وهم رافضين ياخدوا قران، يعني يوم ياخدوا 10 لا، وبيهتموا بالدروس اكتر من القران. تمام. وانا قاعد احاول معاهم ومش عارفه اتعامل معاهم ازاي. هم اعمارهم قد ايه؟ في 6 ابتدائي وفي في اولى ثانوي.
تمام، ستة ابتدائي وأولى ثانوي. ستة ابتدائي يعني تقريبا 12 سنة تقريبا ولا كام؟ تقريبا كده 11 سنة كده. تمام. وفي أولى ثانوي. تمام، أنت بتحاولي تحفظيهم القرآن بس هم مهتمين بالدراسة أكتر. أكتر من القرآن. تمام. أنا مش عارفة أتعامل معاهم إزاي. حاضر. تاني حاجة، أنا عندي ابني عنده سنتين إلا شهر. يعني عايزة أعرف يعني أفطمه إزاي. حاضر. يعني وعايزة برضه كمان يعني بيقعد على الفيديو برضه بس مش بيرضى يعمل حمام خالص، مش عارفة أعمل معاه إيه. لا، تاني الجزئية الأخيرة دي. بيقعد على البوتي. تمام. مش راضي يعمل حمام خالص. تمام، امال بيعمل امتى؟ في اي وقت تاني؟ لا، هو بيبقى لابس البامبرز على طول من يوم ما اتولد. حاضر، تمام. يعني كان بيقعد الاول بس بقى يعني دلوقتي حاضر بيسمع كلامي ويقعد بس بيرفض ان هو يعملها وكده. حاضر. تمام. ماشي يا فندم، هجاوبك. حاضر. طيب، بالنسبه للاولاد اللي متعلقين بالدراسه أكثر من تعلقهم بتحفيظ القرآن. بصوا، أنا اللي لازم نركز عليه يعني أنا حاسس في ترتيب أولوياتي كإنسان، إحنا بقى نفكر بطريقتهم، لأن الاتنين دخلوا سن المراهقة. أنا كنت هتكلم عن المراهقة بالتفصيل لأن الموضوع كبير. فالسؤال ده هيخلينا نبتدي فيها، بس احنا مش ناسيين الجزئية بتاعتنا، هنجاوب على أسئلة الناس وبعد كده نرجع. أنا شايف، أنا بكلمكم كأن أنا دلوقتي أنا أولادك، خلاص؟ أنا شايف إن الدراسة دلوقتي أهم، دي اللي أنا بمتحن فيها، دي اللي أنا باخد عليها درجات، دي اللي أنا لو أنا قصرت فيها بألام وأعاقب ويتقال عليا وأتقارن بقرايبي. طبعًا جزئية المقارنة دي من ضمن أكبر الأخطاء اللي بتحصل. أنا إمتى أقارن وإزاي أقارن؟ المفروض يوم ما بنقارن ما تقارن مش تقارنوا شخص بشخص، لا، أنتوا تقارنوا موقف بموقف، أو تقارنوا نقطة قوة عند ابنك بنقطة قوة عند التاني. يعني ولنفرض أنت شاطر في الرياضيات وهو شاطر في الكيمياء مثلا، ما نقارنش نقطة ضعف عند ابني بنقطة قوة عند حد. احنا كده بنعمل حاجة مش اسمها مقارنة، اسمها إحساس بالعجز. فدي المقارنة الصح، لكن ما نقارنش إنسان بإنسان، دي أبدا. تقارن موقف، ممكن تقارن موقف، أو زي ما قلنا تقارن نقطة قوة بنقطة قوة. فهنا بقى الوقت اللي هم حاسين ان العائد اللي هيعود عليا لو انا ما ذاكرتش في الدراسه كمكسب او كخساره اكبر بكتير قوي، هو حاسين كده، من لو انا ذاكرت قران. عشان كده لو احنا عايزين نعلقهم او حفظت القران، لو عايزين نعلقهم بالقران اكثر، الموضوع مش علاقه وعظ. لو خدتوها من بند الوعظ وبند كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقلل الوعظ حتى للصحابه، قال لك خوف لا يسأموا يزهقوا. هو كل شويه يقول لنا، كل شويه يقول لنا، ما هو برضه نفس البشريه عندها حد اكتفاء كده. عند المراهقه اعرفوا ان الطفل او الشاب في المرحله دي اخر حاجه يفكر فيها جزئيه الوعظ، يهمه قوي اي حاجه فيها تقدير مادي، وعنده حاجه اسمها التفكير الاني او التفكير اللحظي، لازم تجيبها له بطريقه يحس ان هو دلوقتي كسب. فخليه يتعلم حاجه زي اللي هي التجاره مع ربنا. لا يعني احسبي له كده، قول لي تعالى كده احسب لي او تدخلي النص بتاع اللي هو حفظه النهارده، دخليه مثلا على برنامج الوورد، احسبيه كده، ظلليه شوفيه كام حرف، قولي دول كام حرف، ادي 10 حروف مثلا، او مثلا 100 حرف، 100 حرف في 10 حسنات، انت النهارده لما حفظتهم انت خدت كذا حسنه، انت بس لو قراتهم بتاخد الحسنات دي، فما بالك لما حفظتهم؟ يعني انت كسبت حسنات كتير قوي النهارده. خليه يحس ان الموضوع تجاره. طب ناخد ام يوسف ونرجع لاسئلتك. حاضر تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، اهلا بيكي. بعد اذنك يا دكتور، انا عندي ابني عنده 12 سنه. عنده كام سنه؟ بس نعلي صوت سنه بعد اذنك. 12 سنه. تمام، 12 سنه. عنده تبول لا ارادي ليلي. 12 سنه؟ تمام. عنده تبول لا ارادي ليلي كل يوم يوميا. حضرتك خدتيه لاي دكتور مسالك او كده او ايوه، خدناه لدكتور مسالك وقال ان واداله فوار، قال فيه شويه املاح. تمام. وبياخد العلاج، واداله دواء شرب انا مش فاكره اسمه بالظبط، وكان بيعمل انقباض لعضله المثانه. تمام. وخد العلاج وما جابش النتيجه، وكررنا العلاج بعدها مره ثانيه وبرده ما جابش النتيجه. ما رجعتوش للدكتور ثاني؟ لا، ما رجعناش بصراحه. طيب، هو انا هو في جزئيه التبول لا ارادي بتيجي حتى على فكره لكبار السن، مش لازم كبار سن، عواجيز ممكن تيجي لحد في العشرينات. هو كده من صغره ما اتمنعش خالص. ما اتمنعش، ما فيش وقت معين يعني الوقت التبول وقف فيه.
طب ام يوسف انتوا بداتوا تحاولوا تدوروا على حل من اول امتى؟ من بدري والله يا دكتور، بس هو المشكله حتى انا بدات ان انا يعني اتكلم معاني انا وهو واحاول ان انا صحيح كذا مره من النوم بالليل عشان يعمل حمام، بس المشكله هو نومه تقيل جدا، وحتى لما بصحيه من النوم عشان يعمل حمام ما بيبقاش فايق، ما بيبقاش مستوعب خالص ان هو داخل الحمام اصلا. تمام. طب في المدرسه بيعمل ايه؟ واجه مشكله في المدرسه الفوزيه دي، حد مثلا اتريق عليه، حصلت له حاجات زي كده، مواقف زي دي؟ ده خصوص الموضوع ده ولا في اي موضوع تاني؟ لا لا خصوص الموضوع ده بالذات، احنا خلينا نناقشنا كل في الجزئيه دي. لا محدش يعرف الموضوع ده حاجه خالص غير انا وبابا في البيت مش اكتر. يعني اي حد من قرايبنا ما عادش، مفيش حد عارف خالص عن حاجه الموضوع ده. طيب يا ام يوسف انا وبعدين اضطريت ان انا دلوقتي بقيت ان انا بلبسه وبمبر. تمام. بابا قعد يتكلم معايا ان دي مثلا حاجه مرضيه ولوقت معين وكده. تمام. فهو استوعب الكلام وبدأ يلبسه. تمام. بس هو برده لان معاه اخو صغير معاه في البيت بدأ هو عرف. هو كانت مشكله ان اخوه يعرف، هو دلوقتي كمان اخوه عرف. تمام. طيب انا هجاوبك، بس ده ما يمنعش ان احنا نروح تاني وتالت للدكتور. طيب ناخد تليفون تاني. مدام منى، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي. لو سمحت انا عندي ولد، انا بوديه لدكتور مخ واعصاب، بيقول لي هو عنده صعوبه تعلم بسيطه. تمام. الدكتور مخ الاعصاب هو اللي قال لك عنده صعوبات تعلم؟ ماشي. المشكله اللي انا ساعات بحس اللي هو ايه، ساعات يبقى في البيت بيحل معايا. تمام. هو في سنه كام الاول؟ عنده كام سنه؟ 5 ابتدائي. تمام. اما في البيت معايا في البيت يبقى شاطر وكويس. تمام. يخش المدرسة يجيب لي 3 4. طب اقول له في ايه؟ يقول لي اصل انا رحت في المدرسة ما افتكرتش. تمام. عملت له اي اختبارات ذكاء اللي هي بمقياس ستانفورد مثلا او ويسلر، اي حاجة عملت له اي اختبارات من الاختبارات دي؟ لا ما عملتلوش ده كله. طيب حاضر. انا في اي استفسار تاني عن الولد؟ انا عاوز اعرف اتعامل معاه ايه؟ يعني حضرتك انا السنه الجايه هبقى في سته ابتدائي بالظبط، وعاوزه يعني في الصيف في الفتره دي احضره اللي هو ايه يبقى كويس. حاضر. اللي هو ذكي جدا. حاضر مش غبي يعني. انا مستغربه اعمل معاه ايه. تمام. حاضر. واتصرف معاه ازاي. حاضر انا هجاوبك. حاضر. طيب احنا نرجع لسؤال ام يوسف وبعد كده ناخد سؤال مدام منى. في جزئيه اللي انا مش ناسي سؤال محمود اللي هو بتاع الطفل عنده 2 سنين والفطام، انا مش ناسيه. بالنسبه لام يوسف، في جزئيه التبول لا ارادي لازم تعرفي بس حته ان فيها عامل نفسي. انا ما اقدرش اديلك يعني اجابه صريحه وكامله قبل ما نتاكد مره تانية، بس هنفرض انك رحت تاني وما كانش في نتيجه وعاني نفس المشكله. اعرفي ان من ضمن الاعراض للاضطرابات النفسيه عمليه التبول لا ارادي، لو ما كانش فيه اي خلل في عضله المثانه في عمليه التبول نفسها اللي هي الميكانيزم بتاعتها كمشكله عضويه، لكن كمشكله نفسيه هي من ضمن الاضطرابات النفسيه. عشان كده معظم بتبقى عند النساء كثيره فكره ان لو حصل عندي اي ضغط، لما يحصل اي ضغط نفسي اي اضطراب نفسي بتكون المشكله ان ممكن يعني اظهر هذا الاضطراب. عارفين بطريقه عامله ازاي؟ من ضمنها التبول الارادي. ليه؟ لأن المسؤول عن وظائف الجسم العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي هو اللي متخزن فيه كل التجارب وكل الخبرات. فمن ضمن الحاجات اللي المسؤول فيها العقل دي، لما أجي أشوف أي تجارب أو أفتكر أي تجربة سلبية أو أي ضغط نفسي بتحصل عندي خلل في الغدد. من ضمنها بيحصل ممكن اللي احنا بتجيلنا لما كبرنا بتجيلنا في حاجات زي القولون وألم القولون، وفجأة يجيلك مغص شديد، فجأة إمساك، فجأة إسهال، وأنت مش عارف السبب، أنت ما أكلتش حاجة تسبب لك ده. لكن الضغوط النفسية من أكثر الحاجات اللي بتعمل اضطرابات في الغدد. تمام؟ فده بالنسبة يا أم يوسف، ركزي على الجزئية دي، دوري على أي حاجة فيها ضغط نفسي، أي حاجة فيها يعني الولد ممكن يكون بيتزعق له كتير، بيتلام كتير، يعني في اي تعنيف باي شكل من الاشكال، ندور لو بنعمل حاجه زي كده حاولي تقللي ده تماما، ارجعي حضني الولد كتير وعامليه بحنيه وبرأفه. وموضوع اللي هو القيام للحمام في فترات متقطعه ما توقفيهوش ابدا، خلي الموضوع مستمر ان شاء الله حتى تقوميه كل ساعتين من النوم. هناخد فتره كده نصبر شويه، الموضوع محتاج صبر،
بس لازم 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 ترديه للطبيب وتتاكدي فعلا ان المشكله مش عضويه عشان نكون مركزين على العامل النفسي. طيب احنا كان في سؤال كان قبل ام يوسف كان اللي هي جزئيه تحفيظ القران، وكان فيه ازاي تخرج من تعمل عمليه فطام كامله من غير ما يكون فيها اي مشاكل تانية، وجزئيه برضو الاخراج. زي ما قلت لك بالنسبه لمساله القران لازم يحسوا ان الموضوع اقرب للتجاره، ففي مكسب بيجي لهم حتى لو مكسب معنوي، لازم يحس ان هو بيكافئوا حتى ولو بكلام ايجابي. لكن هم حاسين ان المشاكل الاكبر بتجيلهم او المكاسب الاكبر بتجيلهم لما انا اذاكر المواد الدراسيه، تمام؟ فاحنا يا ريت نزود على ده كمان ان دي تبقى ليها اوقاتها ودي ليها اوقاتها، تمام؟ طيب ناخد ام محمد ونرجع تاني لسؤال حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امرك ام محمد، اتفضلي. الله يبارك لحضرتك يا رب وجزاك الله خير كل خير. في الاول طبعا يعني بحب اشكر حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك. تحت بعد أمرك. اذن حضرتك، انا ابني يعني هو عنده حاليا 7 سنين ونص. تمام. انا بصراحه زعلانه جدا من بعد ما سمعت الحلقه دي، وانا عارفه ان وسيله العقاب كانت الضرب دوت شيء صعب جدا. انا بصراحه كنت بضربه. تمام. وبضربه بعنف نتيجه ضغوط نفسيه على الواحد او ان الواحد بيزهق او حاجات كتير. تمام. بصراحة مش عارفة اقول لحضرتك، انا اتدمرت جدا لما بتقول لطشة الالم ديت بتدمر 3000 خلية في المخ. فيعني انا يعني مقهورة وحاسة بخنقة جامدة، انا عايزة احسن من نفسيته وعايزة اتناسي بقى الفترة اللي فاتت دي كلها وابدا معاه خطوة جديدة، ان انا مفيش ضرب مفيش عقاب، ازاي اقاومه؟ هو سلوكه دلوقتي عنيف وعدواني، بس هو ما شاء الله عليه يعني في الدراسة الدرجات النهائية. تمام. بسم الله ما شاء الله على الذكاء وحفظ القرآن، يعني انا معايا جوهرة بس انا ضغوط نفسية او الواحد تعبان او حاجات كتير كده، كنت ما بعرفش ان انا يعني اتواصل معاه. حاضر. انا بكلم حضرتك وانا متضايقة، انا عايزة ابدا خطوات سليمة. لا لا لا. ازاي الثقة في النفس اعززها فيه تاني. حاضر. حاضر. واخليها بدل ما هي كانت حاجة فترية زي ما حضرتك قلت يعني احنا هنحاول بقى نكتسبها. تمام. انا عايزة امشي على الخطوات السليمة. حاضر. دلوقتي هو ما بيسمعش الكلام، بيبقى عنيف مع اصحابه، ضرب وعنف مع اخوه الصغير. انا عايزة برضو اخوه عنده 4 سنين حاليا دلوقتي بالظبط. تمام. عايزة برضو اتلاشى الحاجات دي كلها. انا ما بضربوش بس ببقى ممكن ايه اشخط فيه، ازعق دايما، انا صوتي عالي ما بعرفش اوطي غصب عني، حاجة انا غصب عني. تمام. يعني انا بعترف بيها بس الله يخليك يا دكتور، يعني عايزك تبدا معايا خطوات كده ازاي. حاضر. انا اولا حاضر. امسح الحاجات الوحشه كده في نفسيته وذاكرته القديمه دي كلها، وابدا معاه من جديد ان هو يبقى انسان بقى يعني مبسوط من الحياه. حاضر. مش زعلان. حاضر. يعني هو بيشتكي دايما. واساسا موضوع المشكله ان معلش. طيب حاولي تتصلي مره تانية ام محمد، وانا وصلني نسبه كبيره قوي من سؤالك. هرجع للسؤال التاني وهجاوبك على الحد الجزئي اللي انت اتكلمتي فيها، واتصلي مره تانية وان شاء الله هجاوبك. حاضر. طيب نرجع لمساله الفطام، ازاي انت تعملي عمليه الفطام كامله وسليمه. اولا زي ما قلنا ما ينفعش الموضوع يتم مره واحده، لازم يكون بالتدريج وما يكونش جاي مصاحب ليه احساس بالم. يعني اعرفي ان الطفل عمليه الرضاعه بالنسبه له مش بس اكل، يعني خلي بالكم من دي، مش لو انا اكلته خلاص هو كده شبع، لا. لازم تعرفي ان الموضوع بالنسبه له هو ليه علاقه زي ما قلنا متعه وجنس وتلبيه احتياجات نفسيه كتير قوي بتتم عنده بس في عمليه المص اللي هو بيعملها. فبالتدريج لازم الموضوع يبدا يقل بالتدريج، خلاص. ساعه لما يجي يحاول ان هو يرضع منك اكثري من اللعب، اكثري من الهزار، اكثري من التنطيط، هو هيحاول يصرخ وهيتضايق. خلي دايما على جنبك الحاجات اللي هو بيحب يلعب بيها ويحب يمارسها، خليه يشبع برضو جزئيه الاكل، لازم برضو لازم يشبع جزئيه الاكل. على الاقل ضمنتي ان الغريزه اللي عنده دي في انه في عمليه الرضاعه في جزئيه الاكل انت قفلتيها. طبعا فضل جزئيه اللعب والحيويه والجنس دي يعني هتمثل عنده في حاجات تانية لما يجي يكبر، هنبقى نعوضها له في اشكال تانية. بس حاولي قدر المستطاع الموضوع يتم بالتدريج، ما يتمش مره واحده. خديها واحد، انت قلت لي عنده 2 سنين الا شهر تقريبا، المفروض كنا بنبدا نمهد الموضوع ده من قبل كده بشويه، بس هو زي ما الدين قايل لنا ان هو الموضوع بيتم خلال 2 سنين. تمام. فحاولي على قد ما تقدري اعملي الموضوع بالتدريج،
واحده واحده، قليل الموضوع بعدد المرات في اليوم، وبعد كده هنقللها في عدد الايام، يعني يوم او يوم لا، وبعد كده تبقى مثلا مرتين في الاسبوع، وبعد كده هي مره. هيبدا هو على فكره لا ارادي، لا ارادي، العقل هيبدا يتبرمج ان الشيء ده بدا يروح، هبدا ادور انا على بديل. طيب في فيديو عايزين نوريه لكم، هنعلق عليه، والاسئله انا مش ناسيها، هنبص على الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. طبعا الفيديو احنا يمكن احنا بنمارسه، اللي احنا شفناه ده احنا بنمارسه احيانا في عقابنا، ومن ضمن الحاجات اللي بنشوفها في المدارس سياسه اللي بيسموها النوتي تشير، بيقعد على كرسي على جنب كده ويبقى هو منبوذ، يقف ويدي وشه للحيطه. بندور على الحاجات اللي طبعا دي كلها جرائم في التربيه، معظم الحضانات بتمارس الكلام ده، دي جرائم في التربيه. مين قال ان التربيه او تعديل السلوك قائم على الاحساس بالخزي، بالخذلان؟ مين اللي قال ان دي التربيه؟ مين قال ان هو ده تعديل السلوك؟ هو انا لما احسسك بخذلان او انت بنتقص منك برد فعل، انا كده بعدل لك سلوك، انا كده برتكب جريمه. انا بطلع انسان على طول حاسس ان الخطا مربوط بالخذلان. ليه ما حسش ان ما زرعش فيه ازاي يعدل الخطا ده؟ انا علمته ان ده خطا لكن ما علمتوش الصح ايه، زي ما قلنا في اول كلامنا النهارده. انا بكتفي الحاجه الفلانيه دي صح كده، يعني دي بنعملها ازاي؟ خلي بالك الحاجه الفلانيه لما تيجي تعملها ده بيبقى صح، وخلي بالك منه، وفلان هيزعل منك لو انت عملت كذا، والحاجه الفلانيه دي اللي انت عملتها دي غلط، ولو ارتكبتها انا هعمل فيك واعمل فيك واعمل فيك واعمل فيك واعمل فيك. اذا انا المكافئات اللي باخدها لما بعمل حاجه صح هي حاجه ولا اتنين، ولما بتعاقب ولا بعمل حاجه غلط كم لسه العقاب دي انا باخدها؟ فطبعا من ضمنها جزئيه الخذلان دي، تبقى من اكبر المصايب اللي احنا بنعملها اثناء التربيه وبتمارسها المدارس. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده ممكن الاب والام حتى لو اتفقوا في التربيه مع الجد والجده كمان هما بيبنوا، تيجي المدرسه تهد كل البنى ده لانهم بيربوا بطريقه مختلفه غير اللي احنا اتربينا عليها او غير اللي الطفل ماشي عليها. طيب انا عايز ارجع لاسئله تانية عشان ما انساهاش. في كانت مدام مي سالت ان ابنها عنده 11 سنه وبتقول ان هو عنده لما راحت للدكتور قال لها ان هو عنده صعوبات تعلم، تبتدي معاه ازاي؟ في اختبارات ذكاء من ضمنها اختبار اسمه اختبار ستانفورد، بيقيس لك شويه حاجات درجه ذكاء الطفل، وبيقيس لك حاجه اسمها ذاكره قصيره المدى وطويله المدى. لما تعملي الاختبارات دي وتطلع لك ارقام عن ابنك بيبقى الموضوع محدد وبيبقى عارفين هنشتغل منين. لكن الموضوع كله قائم على شويه كلام شويه نصايح، ما ينفعش. مشكلتنا بنتعامل مع ابنائنا واحنا مش عارفينهم. لا نعرف نوع ذكاء ابننا، في 56 نوع تفكير، نوع ذكاء ابنك ايه؟ او نوع ذكاء بنتك ايه؟ ولا نعرف اذا كنا احنا ما نعرفش انواع ذكاءاتنا احنا ولا انواع تفكيرنا احنا. في 16 ل 18 نوع ذكاء. نوع ذكائنا ايه؟ درجه ذكائنا ايه؟ نوع شخصيتنا ايه؟ نظامنا التمثيلي ايه؟ نمطنا المزاجي ايه؟ نمطنا القيادي ايه؟ درجه ابداعنا كام؟ ولا نعرف اي حاجه عن الحاجات دي وعايزين ننجح. لما قيل رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، قدر نفسه مش عارف قيمته، لا عارف امكانياته، عارف حدوده، عارف سقفه. فما يجي ما يجيش يسند على نقطة قوة هو فاكر انها كانت نقطة قوة، وتطلع في الآخر نقطة ضعف فيفشل، فيمر بتجربة فشل، لكن يساند على شيء هو متأكد انها تمثل عنده نقطة قوة، فتكون نسبة نجاحه في هذا الشيء كبيرة. فتخيلوا احنا ما نعرفش أي شيء عن أبنائنا، ما نعرفش أي معلومات عنهم، ما نعرفش درجات ذكائهم، ما نعرفش. دي بقى بتقابلنا لما نيجي نذاكر لهم. احنا قاعدين بنعلمهم وقاعدين جنبهم، بنيجي مثلا نلاقي احنا لازم نعرفه ان في حاجة اسمها أنماط متعلمين. في نمط الاغتراب التباعدي التوائمي، في انواع كتيره جدا. انا ابني اي نوع فيهم؟ في نوع بيكون لما يجي يذاكر في حاجه بيربط كل المواد ببعض، بالعلوم بيربطها بالكيمياء يربطها بالاحياء، هو عنده كده، بيكون حاجه عنده بعد افقي. في ناس عندهم بعد راسي او بعد عمودي، لما يجي يتكلم في ماده ولا يذاكر في ماده ما يقدرش يبص في الابعاد التانية، ما يقدرش يشوف الحاجات التانية دي. برضو في من ضمن في درجات الذكاء في اطفال قدرتهم على مفيش حاجه، بصوا يا جماعه مفيش حاجه اسمها غباء، مفيش حاجه اسمها غباء، في حاجه اسمها قدره تحصيل. في ناس ممكن انا دلوقتي عندي الماده دي، انا الماده دي ممكن بعد اذاكرها ومثلا عشان احفظها اقعد فيها مثلا اقراها مره او مرتين فاكون حفظتها. في طفل تاني او ولد تاني او بنت تانيه محتاجه الدرس ده يقراه 11 مره عشان يكون حفظه. الفكره الفرق ما بين ده حفظ وده حفظ، بس ده حفظ بعد مرتين وده حفظ بعد 11. ده مش ذكي وده غبي، لا، ده طريقته في التعلم بيحتاج انه يعمل الموضوع ده اكثر من مره،
والتاني بياخدها مره واحده او مرتين عشان يقدر يحفظ. الفرق في الاثنين عنصر الوقت، مش مساله كده. دي اللي احنا سميناها بعد كده حاجه اسمها قدرات فرديه. بس الاثنين لو احنا فهمنا الحته دي لا هنقارن مقارنات سلبيه ولا هنحسسهم بعجزهم. مشكلتنا ان احنا كمان عايزين حتى اولادنا يتعلموا بنفس طريقتنا. يعني في من ضمن الحاجات اللي كنت بقابلها برضو بعض الاهالي والمدرسين بيقعوا فيها او اللي هم التربويين، لما يجي مثلا متعلم او طفل عندهم في المدرسه بيتنطط كتير وبيتحرك كتير، بيفتكر ان هو عنده حاجه بيسمي احنا بنسميها فرط حركه. فرط الحركه مرض بيتاخد له ادويه، فمش اي حاجه نقول عليها فرط حركه. في عندنا حاجه من انماط المتعلمين حاجه اسمها متعلم حركي. المتعلم الحركي ده لو انت عايز تكويه بالنار وتعذبه قول له اقعد على كرسي، تلاقيه قاعد على الكرسي عمال يفرك ومش قادر. اعرف ان ده وهو بيتنطط وبيتحرك كده هو في قمه استيعابه. احنا بقى عايزينهم يتعلموا بالطريقه اللي احنا شايفينها مثاليه، اللي هي ايه؟ اللي بيقعد وقاعد مؤدب ومربع ايده، انت كده قعده المؤدبين، قعده الناس اللي بتفهم. طبعا ده غلط، ده كلام مغلوط. طيب ناخد تليفون تاني. سيد ام احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا دكتور. اهلا بيكي. طيب طيب الاتصال انقطع، منتظر تليفونك تاني يا ام احمد. طيب نرجع بقى للجزئيه اللي كنت بقولها، ان احنا عندنا حاجه اسمها انماط متعلمين. لازم اعرف نمط التعليم بتاع ابني ايه عشان اذاكر له بطريقته، مش اذاكر بالطريقه اللي انا فاكر انها صح او انا فاكر انها صح. فبيتهيأ لنا بقى ان اولادنا اغبياء، قاعد انا بذاكر له بطريقه هي مش طريقته. تعرفوا ان نوع الذكاء بس لوحده ممكن بيخلي الانسان يشوف الدنيا غير. اللي عنده ذكاء طبيعي لما يجي يتفرج مثلا على اللي بيسموه الذكاء البيئي، يتفرج على ورده وهي بتفتح، غير خالص اللي عنده ذكاء منطقي وهو بيتفرج على الورده دي. اللي عنده ذكاء بيئي بيركز يقول سبحان الله، شايف زي مصطفى محمود كده، كان عنده الذكاء الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه، كان عنده الحته دي عاليه جدا. فاحنا نشوفه بيتفرج مثلا على ورده بتفتح نقول هو عمال يقول يا سبحان الله يا سبحان الله. اللي ما عندهمش الذكاء ده يشوفه بيقول لك هو بيبالغ ليه؟ اعرف ان على حسب نوع ذكائك نظرتك للدنيا بتختلف. انا لو عندي نوع ذكاء واللي جنبي عنده نوع ذكاء مختلف، هو شايف الدنيا غيري. طب ما بالكوا بقى انا عندي نوع ذكاء وابني عنده نوع ذكاء تاني. لو ما شرحتلوش بنوع ذكائه، والله في مثلا هو عنده ذكاء موسيقي وعايز اذاكر له ماده فيها قوانين، حاجه فيها احصاء فيها حساب، اللي عنده ذكاء موسيقي ده لازم اعلمه المذاكره بطريقه مثلا الحنها له فيفهمها بلغته، دي اللغه اللي بيفهم بيها. تخيل انا لو ما اعرفش الكلام ده، لو ما اعرفش نوع ذكاء الطفل اللي عندي او ابني، او انا معلم ومش دارس الذكاءات. تمام. طيب ناخد ام يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا دكتور، انا بكلم حضرتك من شويه يا دكتور. اهلا بيكي، اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، بالنسبه للبس البامبرز اللي ابني لحضرتك اللي انا تمام، هل ده يتعب له نفسيته اكتر؟ طبعا. طب يعني ابطله؟ بالتدريج برضو. احنا زي ما قلنا العقل بيرفض اي تغيير مفاجئ، الموضوع لازم يتم بالتدريج، وشجعيه ان هو اللي يبدا يتخلص منه. لان صدقيني زي ما قلت لك هو كان رافضه جدا في الاول، بس بعد كده بقى هو اللي يدخل وهو اللي بيلبسه. خلي بالك، لان هو شاف ان ده حل اسهل. هو شايف ان ده زي ما قلت لك العقل بيدور على اسرع طريق واقرب طريق. هو الاول حتى كان بيتضايق، دلوقتي ما عادش بيتضايق خالص. بالظبط، اصل انت سهلتي له المساله. هو شايف ان الطريق كده بقى اسهل، فانا ليه اكلف نفسي واحاول اقاوم او احاول اقوي الجزئيه دي او اعدلها او اصلحها؟ انا شايف ان الموضوع بقى سهل. ايوه. بس فالموضوع لازم يتعمل بس بالتدريج. طيب زي ما قلت لك لو في ضغط نفسي لازم يقل. لما بصحيه بالليل يعمل حمام زي ما حضرتك قلت كل ساعتين، تمام، ما بيبقاش فايق، بدخل معاه لحد الحمام مش مشكله، فايق وما بيبقاش عارف هو بيعمل ايه اصلا. مش مشكله، مش مشكله. طب ده له علاج؟ لا، هي ليها طريقه. هو بصي، من ضمن الحاجات اللي بتفعل عمليه التبول دي بالذات الناس اللي عندهم احتباس، قال لك لما بيسمع صوت ميه بتسقط جنبه، افتحي له مثلا صوت الحنفيه وهي شغال جنبه، صوت الميه وهي بتسقط دي بيفعل الموضوع عنده. ممكن بيبدا بقى الحاجات اسقاط ميه، عاده يبدا يجيب كل الحاجات ليها علاقه باسقاط الميه، فممكن أيوة يساعده على عمليه التبول. ايوه تمام. فمارسي ده معاه، بس الموضوع عايز يا ام يوسف صبر، عايز أوه. صبر وبالتدريج، واحده واحده، يعني اعملي الموضوع بالتدريج وان شاء الله ربنا يطمنك عليه يا رب. ربنا يخليك. تحت امرك، تحت امرك. طيب احنا نرجع للجزئيه تاني. فبالنسبه لموضوع صعوبات التعلم، انت محتاجه تعملي اختبارات لابنك، محتاجه تعرفي نوع ذكائه ونوع تفكيره، الذاكره قصيره المدى بتاعته، طويله المدى، درجه الذكاء غير نوع الذكاء كمان درجه الذكاء. لان لو عندك ابنك درجه ذكائه اقل من ال60 معناه احنا بنسميه عنده بلاهه،
واعرفي ان لو عنده فوق ال 150 ده بنسميه جينيوس او تالنتد، بيسموه موهوب او جيفتد. ان الله هنا بيخش، بنخش في دايره ثانيه خالص. اعرفي ان حتى العباقره بيبقوا محتاجين برضو التعليم بطريقه خاصه، يكون عندهم برضو صعوبات تعلم بس بطريقه مختلفه، ما يفهموش زينا كده، بيبقى ليهم طريقه خاصه اللي هم العباقره قوي دول. برضو اللي عندهم اقل من 60 احنا بنسميه عندهم بلاهه، عنده بلاهه ده بيبقى محتاج تعليم بطريقه خاصه جدا، ومحتاج صبر ومحتاج معلم يكون معاه غير المدرسه. طبعا بعض المفروض المدارس بيكون فيها الناس اللي عندهم نسبه ذكاء قليله بيفصلوهم عن التانيين عشان ما احسش بانتقاص وانا قاعد وسط دول. هم ازاي بيفهموا بالسرعه دي؟ ازاي هم متابعين ومجريين المدرس او المدرسه في الفصل وانا مش قادر اعمل ده؟ وبرده لما يكون المفروض برده يكون في المدارس الجزئيه دي، ان يكون لو عندهم طفل موهوب ما يحطوهوش وسط الاطفال التانيين، لازم نعزله ونحطه مع فصل متفوقين. بيفتكروا لما نحط واحد موهوب وسط ناس عاديه بيفتكروا ان هو يعني هينقل الذكاء بتاعه ويبدا هم يغيروا منه ويحاولوا يكونوا زيه. بالعكس، هو هيشوف ان انا ليه احاول اني اكون ذكي وسط بيئه ما فيهاش ذكاء. طيب عشان نتكلم عن جزئيه تانية بتاعت نفهم اولادنا ومن غير ما نقطعها ان شاء الله، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم مباشره ان شاء الله. نخرج فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مره تانية اعزائنا المشاهدين، وكنا بنتكلم ان احنا لازم نفهم اولادنا، مش نفهمهم نفهم احتياجاتهم النفسيه بس، لازم نفهم امكانياتهم وقدراتهم. احنا نفسنا في البيت الواحد كاخوه يعني نوع ذكائي غير، شخصيتي غير، تركيبتي النفسيه غير، احنا جوه البيت الواحد مرينا بنفس التربيه ومع ذلك احنا مختلفين. فما تنتظروش ان اولادكم يطلعوا زيكم، اعرف ان هو ممكن يكون ليه منظور تاني مختلف تماما للدنيا. زي ما قلنا، لو انت عندك نوع ذكاء غير نوع ذكائي انا شايف الدنيا بشكل انت شايفها بشكل تاني مختلف عني تماما. فما تطلبش ان يكون بيني وبينك نقطه التقاء. عشان كده لو انا عايز اعمل الصح مع اولادي، انا اشوف الدنيا بعينيهم، ابدا افهم لغتهم. طول ما انا بتكلم لغه غير اللغه بتاعتهم وبشايف الدنيا بطريقه مختلفه، هبدا احس ان ابني متمرد، ابني غبي، ابني ما بيعرفش يفهم، ابني فاشل دراسيا. ده كله يحصل لو انا ما نزلتش، بلاش كلمه نزلت، فهمت طريقه تركيبه ابني وشخصيته ونوع ذكائه والحاجات اللي احنا قلناها. فما دام من الجزئيه اللي قلت لك عليها، ركزي قدر المستطاع في انك انت تعملي الاختبارات دي لابنك. في اماكن كثيره جدا بتعمل الاختبارات ديت. خدي تقرير عن ابنك، اعرفي امكانياته وحدوده ايه، بحيث انك حتى يوم ما تروحي للمعلم بتاعه او للمعلمين بتوعه تقولي لهم ابني التقرير بتاعه بيقول كذا كذا كذا، وهو محتاج طريقه التعليم الفلانيه. طب انت بتتكلمي على بينه، لكن ابني مثلا هما بيعانوا منه، عنده صعوبات تعلم. كلمه صعوبات تعلم دي ده بند كامل، ده علم كامل. صعوبات تعلم ده بحر كبير، عامله بالظبط زي اللي دخل الدكتور وقال له دكتور انا تعبان، وقال له انت بتشتكي من ايه؟ قال له ما اعرفش. هيضطر الدكتور يجيبه من اول راسه لحد رجليه لحد ما يعرف المشكله فين. لكن لما تعملي الاختبارات دي بنعرف اصل المشكله فين. وصدقيني كلنا ممكن نكون اذكياء، كلنا ممكن نكون ناجحين، بس لما نعرف نمسك مفاتيحنا في ايدينا. طيب كانت ام محمد بتقول ان هي عندها ابن 7 سنوات. طبعا هي كانت حزينه جدا على جزئيه انها كانت بتضطر تلجا للضرب والانفعال بسبب الضغوط النفسيه. انا هقول لك حاجه يا ام محمد، يمكن الكلام مش هيكون على ابنك قد ما هيكون ليكي انت. انا ما ينفعش اعطيك حاجه انا لا املكها، ما اقدرش اعدل واربي واصحح واهتم، ما اقدرش اوعدك بفلوس وانا جيبي فاضي، ما اقدرش اتمنى يعني احسسك ان انا بدي لك حاجه انا ما اديتهاش لنفسي اصلا في المقام الاول. فانت محتاجه تركزي على نفسك وتهتمي بذاتك بنسبه اكبر من كده. دايما انا كنت اقولها وبعدها لك تاني، حته اولويات الحياه لو اتغير ترتيبها هكون فاشل في اسرتي وفاشل في حياتي الاجتماعيه وفاشل في وظيفتي. هما 7 حاجات لو اتغير ترتيبهم، جت الخمسه مكان الثانيه، الرابعه مكان الاولى، اعرف ان هيحصل انتكاس في الحياه. اللي واحده فيهم لو مش في مكانها، كل اللي قبلها محتاج تعديل، وكل النقاط اللي بعدها اعرف انها باظت. ترتيب اولويات الحياه بالظبط كده، لو ملخبطه الترتيب ده على طول عرفت انت دلوقتي المشكله فين. حطيهم في مكانهم وحياتك هتستقر. اول حاجه الجانب الروحاني، معروف ان هو ما بني على باطل فهو باطل. لازم اول حاجه في حياتك الله سبحانه وتعالى. نمرة 2 الجانب الصحي، صحتك ما تأجليهاش عشان أولادك أو عشان بيتك. اعرف إنك أنت لو أهملت في صحتك وأنت بتدي لبيتك، أوعى تفتكر إنك بتدي بيتك حقه اللي بجد. لو كنت اهتميتي بصحتك اعرف إن ساعتها كان ممكن اللي بتعمليه في البيت ده تدي أضعاف أضعافه، لكن أنت اهتميتي بحاجة
واخليتي بالجزء الاهم، فبيتهيالك ان بتدي 100%، لكن انت بتدي حيال لل10 او ال20% اللي فاضلين فيكي. يبقى اول حاجه الله سبحانه وتعالى، تاني حاجه صحتك، تالت حاجه انت. 80% مش 80% 90% او 95% من الامهات اللي كنت بسالهم اللي عايشين بس في حياتهم بس لبيتهم ولازواجهم ولاولادهم بس ونسيوا نفسهم، سؤال واحد، هل انتوا سعداء؟ كلهم اجمعوا على اجابه واحده، لا، كلهم اجمعوا على هذه الاجابه. اي حد ينسى نفسه، ما يطالبش بالسعاده، ما يطالبش بالراحه، يعرف ان هو لن ينول هذا الشيء. طب اللي بتنسى سعادتهم باولادهم وكده، جميل، تعالي شوفي نفسيتك وشوفي حالتك لما اولادك دول يزعلوا منك او يتمردوا عليكي او اخبار حالتك النفسيه تبقى عامله ازاي. اهو عشان تفسير الكلمه دي، اعرفي ان اول حاجه انت عملتيها انت نسيتي نفسك. يبقى نرجع نقول الله سبحانه وتعالى صحتك انت. عارفه دي معناها ايه؟ يعني اول ثلاثة من سبع حاجات في اولويات الحياه، اول ثلاثة لسه ما خرجناش من دايرتك. يعني لا تكلميني عن بيت ولا عن مجتمع ولا عن قرايب ولا عن زواج ولا عن اي حاجه قبل ما تعدلي لي اول ثلاثة وتحطوا لي في مكانهم. اظن انا متاكد 100% ان الثلاثة الاولانيين مش في مكانهم، عشان كده اللخبطه دي جايه لنا. زودي بعد كده، تيجي العيله، شوفي العيله جت 2 ب 4 بعد اول ثلاثة ما تعدلوا. على فكره انا مش بطلب منك انك تكوني انانيه، كل دول بيمشوا السبعه بيمشوا مع بعض، بس لما تيجي حاجه قبل حاجه يبقى دي الاولى، الا طبعا في الحاجات اللي هي الاضطراريه، ابني دلوقتي تعبان، ابني دلوقتي مش عارف ايه، الموضوع هنا مختلف طبعا، مش محتاج ان انا اقول حاجه زي كده. الحاجات الاستثنائيه دي ما فيهاش نقاش، لكن في الحياه العامه لا، لازم ترتبيهم صح. طيب ناخد تليفون ام ناهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور. اهلا بيكي، اتفضلي. معلش يا دكتور، انا بس هخرج عن موضوع الحلقه، بس انا كنت مستنيه حضرتك ان انا اخد رايك يعني في المشكله اللي عندي. تحت امرك. بص يا دكتور، انا جوزي اكبر مني 17 سنه. اصغر مني؟ وانا زوجه ثانيه. اكبر؟ هو تمام. اكبر مني 17 سنه. 17 سنه مش فاكر يعني، احنا وانا زوجه ثانيه. تمام. فانا عشت معاه يعني، كنا سعداء جدا جدا يعني، ولحد دلوقتي هو راجل محترم قوي وسعيد وانا سعيده معاه. تمام. بس من قيمه سنه وشهرين بالظبط كده كنت انا تعبت نفسيا قوي، لاني كنت سمعته بيتكلم مع واحده، فهي كانت علاقه عابره يعني، عمل علاقه عابره هو كده. تمام. كانت غلطه كده يعني، هي كانت صغيره في السن وجنبه في الشغل كده يعني، من تمام. هم بنات السوق دول. تمام. بس انا بقى مش قادره انسى الموضوع، وهو والله يا دكتور اعتذر كتير قوي ومتاكده ان هو نهى الحكايه دي، بس بحاول ان انا يعني اعيش سعيده معاه، مش عارفه انسى الحكايه دي. وعلى فكره انا اتصلت كتير قوي بناس كتير، بس انا حضرتك كنت مستنظراك علشان انا معجبه بكلامك يعني. ربنا يعزك يا رب. والله كل يوم استنظر حضرتك، فبيجي طبعا اللي بيجوا طبعا ناس فضلاء طبعا على راسي. بس انا قصدي اقول يعني، يا ريت تقول لي حاجه انسى الموضوع ده. حاضر. لان هو عمل كتير قوي واعتذر كتير قوي، وهو اساسا ده مش طبعه. تمام. حاضر هجاوبك. انا يا ريت تقول لي حاجه يعني ايه تخليني اغفر له الحكايه دي. انا الاثنين. وعلى فكره هو وداني لدكاتره كتير بسبب الحكايه دي. بس انا مش عارفه الموضوع ابسط من كده، وهقول لك ازاي. تمام. طيب انا هجاوب امنات في الجزئيه ديت، عشان نربط بقيه الكلام مع بعضه، عشان الموضوع ده موضوع مستقل، فعشان ما ننساهوش ونرجع ناخد كل الحاجات التانيه على بعضها. شوفي بقى يا ام ناهد، انا باختصار كده، اللي محتاج انه يسامح او الموضوع ينتهي انت اكتر منه. هو طبعا بيصالحك وبيحاول يطيب خاطرك، انت اللي محتاجه ده عشانك انت من جوه. انت لو ركزتي، شوفي كل حاجه في الدنيا بنعملها عشان، يعني كل حاجه في الدنيا عشان كذا، عبادتنا لربنا عشان، حتى لو عشان ما نخشش النار، عشان نخش الجنه، عشان حتى لو بنعبد ربنا عشان هو يستحق العباده، بس كل حاجه في الدنيا بنعملها عشان. فممكن تعملي حاجه غلط عشان العشان بتاعتها قويه قوي، وممكن ما تعمليش حاجه صح عشان العشان بتاعتها، طبعا عشان هي بس اللفظ كده، عشان العشان بتاعتها بسيطه. لكن دي زعلك، انت زعلانه عشان هو عمل كذا. لكن صدقيني، عشان بتاعه الايجابيات اللي هتيجي لو انت سامحتي، تخيلي كام لحظه سعيده انت حرمت نفسك منها الفتره اللي فاتت دي كلها، عشان برضو خدت الموضوع بجزئيه سلبيه وخدتيه عشان هو عمل وعمل وعمل. اللي عايزك تفكري فيه حاجه واحده،
رغم كل الفروقات اللي كانت ممكن تسبب بعد ما بينكو، هو حد متمسك بيكي. احنا في الدنيا دي اللحظات الإيجابية والحاجات الحلوة اللي بتحصل أصبحت مع الوقت بتبقى معدودة. السعادة لو أنا ما ساعدش إليها ما تنتظريش إنها تجري إليكي. حاولي تغتنمي كل يوم، وفعلا خرجي الإحساس من قلبك بإنك أنت تحط كلمة عشان هسامحه عشان كذا وكذا وكذا وكذا، هتلاقي الإيجابيات كتير قوي أنت محتاجاها عشانك أنت. هتلاقي إن كل حاجة ربنا خلقها في الدنيا عملها لصالحنا. الصلاة لصالحنا، الصوم لصالحنا، التسامح لصالحنا، العفو لصالحنا، الصدقة لصالحنا. مش عشان اوعى تفتكر ان الحاجات لما بنيجي نعملها، لما بنسامح حد او بنغفر لحد بنعملها عشانه. صدقيني قلبي انا اللي بيتغير لونه بس لما اجي اسامح. خديها من المنطلق ده، انا هسامحك عشان انا عايزه ده الاحساس حلو هيكون ليا انا، عائده عليا انا اجمل، مش عشان هو يقدر يعيش او يحس انك سامحتيه. ركزي فيها من الزاويه دي، ان انا عايزه اسامحك عشان ده حاجه حلوه ليا انا، لصالحي انا. صدقيني حياتك هتختلف تماما. كم الفوائد والتغيير وطعم الدنيا هيتغير في فمك كده وفي روحك وفي حياتك وفي كيانك كله. ركزي على الجزئيه دي، سامحيه عشانك انت مش تسامحيه عشانه هو. خديها من هذه الزاويه ومن هذا المنطلق، صدقيني الحياه هتتغير تماما. الناس بتدور على لحظه تعيشها مبسوطه، وياما في ازواج ظالمين زوجاتهم والعكس، زوجات ظالمين ازواجهم. فنحن عندنا ربنا اكرمنا بحد بيسعى لسعادتنا، انت كمان اسعي لسعادته. تمام؟ احنا عندنا طبعا في ربنا بيقول وجعلنا بينكم موده ورحمه. طبعا حته بدل ما الود موجود يبقى الحمد لله، دي حاجه جميله قوي. لان احنا هنيجي بعد كده لحاجه اسمها المعروف. المعروف كلمه اكبر من الود. ليه؟ الود بيبقى للي بيني يعني الموده يعني بيني وبينه ود، في بيني وبينه احتكاك، بيني وبينه حب مشاعر. لكن المعروف انا بحسن اليك لان انت مسؤول مني. فانتوا بينكوا اللي هي بقى جزئيه الموده، اللي هي صغرنا الدايره قوي بقى وبقيتوا من الخواص فئه معينه كده اللي ما بينهم علاقه وبينهم حب. تمتعي بانك انت من الدايره دي، وزي ما قلت لك طلعي الموضوع من قلبك ومن عقلك يعني بنفس صافيه، وخديها بنيه انا سامحتك عشان انا قلبي هيتغير لما انا سامحتك. طيب نرجع تاني بقى للاستشارات اللي كانت عندنا والاسئله والاستفسارات. فام محمد جزئيه بقى التربيه، زي ما قلت لك انا جينا ورتبنا اولويات الحياه وكنا متفقين يعني واقفين عند الجزئيه دي. شوفي بقى، قلنا اول حاجه الله، تاني حاجه الصحه، تالت حاجه انت، رابع حاجه الاسره. شوف الاسره جت بعد ما عدلنا اول ثلاثه، فما تكلمنيش عن اي خلل في الاسره قبل ما تعدلي لي اول ثلاثه. تمام؟ بعد ما تعدلي دول تيجي الاسره. الاسره ممثله في ايه؟ الاب، الام، الزوج، الاولاد، الاخوه، يعني الخال والخاله والعم والعمه واولاد الخاله، الحاجات دي كلها هتيجي في المرتبه اللي بعد كده في الدرجه الخامسه اللي هو الجانب الاجتماعي. ونمره 6 الجانب المهني، واخر حاجه نمره 7 الجانب المادي. لو حياتك مش مترتبه بالترتيب ده لا تنتظري ان الدنيا تكون ماشيه كويس، ولا تنتظري ان اللي يكون في المساله فيها استقرار عشان تقدري تربي صح وما تغلطيش. في نصيحه انا كنت هقولها في الاخر هقولها لك دلوقتي ولكل الناس اللي بتربي، اوعوا تربوا بالقلب، ربوا بالعقل. لما ده بيدخل في التربيه بتيجي بقى الارتجالات والاخطاء والكوارث اللي احنا بنمارسها. لكن لو انتوا ربيتوا بعقولكم والعلم والصح بيقول ايه، ساعتها الموضوع هيختلف تماما. طيب في حته بقى الاخطاء اللي انت عملتيها ام محمد في موضوع التربيه واللي انت عايزه تعدليها، انا اتكلمت عن مراحل تربيه. بدانا من اول مرحله من هو عنده سنه، وقلنا الحضن مهم جدا، التشجيع مهم جدا، التقدير مهم جدا. مارسي الحاجات دي تاني من اول وجديد، حاسسين ان هو انسان مهم ومرغوب فيه. هنيجي بعد كده بعد 7 سنين ونخش في 10 و11 و12 هيبدا الطفل يدخل في مرحله المراهقه ويبدا يدور على حاجه معينه او كيان ينتمي اليه. فلو ما انتماش لاسرته هينتمي لاي حاجه الله اعلم ايه هي. فلازم ينتمي لبيته في المقام الاول، ممكن ينتمي الى شله تفسده. فلازم ينتمي ليكي، لازم يحس ان البيت ده بيقدره، مهتم بيه، وبيعطيله حق ومدح. كل الحاجات دي لازم يحس ان البيت بيديها له، لازم يحس ان انت بتديها له. الحمد لله انت بتقولي الولد متفوق،
ما تلوميش نفسك على اللي موجود، لومي نفسك على اللي ممكن ما تعمليهوش لما يكبر. اللي حصل كان خلاص، قدر ان هو يكون موجود. الفكرة كلها مجرد على فكرة اتصالك وانك انت تسعي الحل، انت مشيتي 50% من الحل المشكلة اصلا، عديتي 50% بالفعل، الباقي كله تطبيق شوية الحاجات اللي احنا قلناها. اديله تقدير، اديله اهتمام، اديله حب، اديله احتواء. بالنسبة لاخوه الصغير اللي انت خايف ان هو يكون مثله، انت ادرسي حاجة اسمها هاتيلك، دوري كده. ما هو انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة محتاجة تعليم. عشان كده الخطوات لو انت عايز تعليم، انت محتاجة زي ما قلت لك تعرفي مراحل النمو الجسماني والوجداني والعقلي وكل حاجة، والنفسي كمان طبعا قبلهم كلهم، محتاجة تعرفي الحاجات دي كلها المراحل ماشية ازاي. الفكرة الأساسية اللي عايزك تركزي عليها، حاولي قدر المستطاع يكون عندك علم في الجزئية دي، اقرأي كتب وابحثي، طوري على كتب اللي ليها اسمها علم نفس النمو. هنشوف مشهد دلوقتي ونعلق عليه سوا ان شاء الله. طيب الفكرة الأساسية اللي احنا عايزين نناقشها، حتى كان لما كنا بنحاول منظبط لكم الحلقة، مفهومي ان انا ممكن عشان اتعامل مع الآخرين ممكن ارجع للعنف. بعض الأخطاء اللي بتتم في التربية اللي هي اللي بيسموها العمالة للطفل وهو صغير، عارفين الأسر اللي بتخلي أولادهم يشتغلوا في سن مبكر، ثلاث حاجات بيحولونا من حاجة اسمها شخص الفرد. أبدأ أول حاجة منهم جزئية الاستقلالية، عشان كده العمالة الأطفال في سن صغير بتبدأ تعلمهم حاجة جزئية الاستقلال، فيبدأ يبص لأبوه وأمه أنا مش محتاجك، أنا بقدر أجيب فلوس وبصرف على نفسي زي ما أنت بتعمل بالظبط. بيبدأ حتة العنف، ويبدأ يضرب أبوه ويضرب أمه ويقدر يتجرأ عليهم. الموضوع ده لما بيكبر معانا بتبدأ تظهر لنا سلوكيات زي البلطجة. طبعا موضوع البلطجة ده فيلم تاني وقصة طويلة تانية، سيكولوجية كاملة، سيكولوجية اللي هو الإنسان اللي بيستخدم جسده في التعبير عن ذاته. معظم البلطجيين لما تيجي تتكلموا معاهم أو تتعاملوا معاهم، طريقة تعبيره عن نفسه عشان ده ما فيهوش حاجة، فبيستخدم جسمه في التعبير عن ذاته، فبيثبت قوة، فعايز يثبت وجوده في الدنيا، فبيستخدم دراعه، فبيقلل استخدام عقله. العقل زي اي عضلة في الدنيا بتطبر مع قلة الاستخدام، فيبدأ يستخدم جسمه في التعبير عن ذاته، فما يستخدمش المنطق، ما يستخدمش الكلام. فلما يجي حتى بينهم الاطفال وبينهم بعض، لما يحب ياخد حاجة من ايد اخوه، عايز ياخد يلعب معاه يشاركه، لو ما شاركوش بيكون النتيجة ايه؟ ضرب. ودي النتيجة لقلة الحوار بيني وبين اولادي في البيت. فاكرين التشبيه اللي قلت لكم عليه بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنتظر وقوع المشكله حتى اعلمك قيمه، يا غلام تعالى اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. تفكروا الحديث ده يعني وانتم مع اولادكم بشكل دوري، مش لازم يحصل المشكله عشان اعلمك السلوك واعدل لك السلوك، لا، في اوقات عاديه جدا اقعد واتكلم مع ابني واعرفه ان في حاجه في الدنيا اسمها لغه حوار، ان اتكلم معاك واتناقش معاك. زي ما قلت لكم الاحصائيه، لما يعني 80% من الناس لو اولادهم كاتبين ليهم احنا محتاجين منكم النقاش، الحديث، تسمعوا لنا، تحبونا، و20% بس اللي طلبوا حاجات ماديه. تمام. طيب نرجع للاستشارات بتاعتنا تاني. فانا عايز اقول لك ام محمد، بالنسبه للولد الصغير زي ما قلنا في اول الحلقه خالص، التربيه قائمه على حاجتين، التكرار والتقليد. فلو اخوه شايفه عصبي بينفعل الحاجات دي كلها، اعرفي ببساطه انه هيبدا يبحث انه يقلده ويعمل زيه. فاللي انا عايز اقوله لكم، ركزوا قدر المستطاع على قد ما تقدروا بان التربيه، ما نخليش ابننا يشوف سلوكيات ممكن تكون سلبيه او يشوف حاجات ممكن تؤثر عليه بالسلب. فانا اراعي اللغه اللي بتكلم بيها قدام الاولاد، اراعي الالفاظ اللي انا بستخدمه قدام الاولاد. الناس اللي بتخش علينا في البيت لازم برضو اثناء يعني واحنا قاعدين، ما احنا كبرنا خلاص، فممكن انا اخذ راحتي معاه بس مش في وجود ابني وهو بيلعب. احنا قلنا الاطفال حتى لو هم منشغلين في لعب او منشغلين في حاجه مهما كانت، انت حاسس ان هو مش مركز معاك، اعرف ان هو منصت اليك تماما. وعشان كده قلت لكم الاولاد بيتاثروا قوي بالمدح او الذم، خصوصا كمان الغير مباشر. بتيجي ازاي؟ انا مثلا دلوقتي بتكلم في التليفون، وانا بتكلم في التليفون فبشتكي من ابني، ابني بيلعب جنبي مش مركز معايا، اعرفوا ان هو مركز جدا زي ما قلنا لكم في اول كلام النهارده. وبرضه لو انتوا عايزين توصلوا حاجه لاولادكم، ممكن تعمل نفسك فعلا بتتكلم في التليفون، ويبدا امدح فيه على حاجات حتى لو هو ما بيعملهاش، ده ابني بيعمل كذا وشاطر وبيريحني وبيسمع الكلام كله. وبعد ما تخلصوا المكالمه وتقفلوا،
ما تركزوش وتقول شفت انا قلت عليك ايه، اعرف ان هو ركز وامتص الكلام وبدأ يسجله بالفعل، ومش يعني مش محتاج انك تلفت نظره، وهيبدأ يسعى ان ياخذ هذا المدح. اعرفه من بعد سن 6 سنوات، في حاجات بتتم من 4 سنين ل6 سنين، بيبدا الطفل الذكر في المرحله دي بتيجي حاجه اسمها عقده اوديب، اللي هي اوديب كومبلكس، اللي بيبقى عباره عن ايه، تعلق الطفل الذكر بامه تعلق مرضي، فيبدا يبص لابوه على انه غريم في حب امه، فلما يلاقي الاب والام قاعدين جنب بعض يحب يفرق ما بينهم، يوسع ما بينهم، ما يستحملش، يكون احنا اللي احنا سميناها بعد كده الغيره. وبعد كده الانثى نفس الفكره، تنظر لابيها نظرة تعلق، وتنظر لأمها نظرة إن أنت غريمة ليا في حب أبي، وتحب إنها تفرق ما بينهم. عارفين دي بتيجي إزاي في البيت؟ لما تلاقوا مثلا الأب والأم نايمين ويجي حد من ولادهم يقوم ناطط وسطيهم عايز ينام ما بينهم. هو مش عايز ينام ما بينهم، هو عايز يفرق ما بينهم، عايز يكون هو الفاصل، ركز عليا أنا. طب الموضوع ده لو استمر وخدنا أولادنا لسه بيناموا معانا بعد 4 سنوات، دي هتبقى مشكلة، لأن العقدة هتستمر، وممكن تبقى شابة او ولد كبير او بنت كبيره ولسه بتنام جنب امها. مش المشكله في يعني النوم جنب الام نفسه في حد ذاته مش هي مشكله، بس لو اوصل لمرحله ان ما اقدرش انام غير جنبها، ما اعرفش انام غير جنبها، لو قلقت بالليل ما ارتاحش غير لما اروح جنبها، الموضوع اصبح هنا في تعلق، في ما فيش استقلاليه، انا ما استقلتش. المفروض ان العقده دي بيتم كسرها عند سن 6 سنوات، ويبدا كل طفل يتحد مع نفس نوعه. فالولد يتحد مع أبيه فيعجب بقوة أبوه وطوله وشدته وعضلاته، والبنت تتحد مع أمها اللي هي من نفس نوعها، وتشوفها بقى على إنها الشعر الطويل والفساتين، وتبدأ تلبس جزمها وتحط مكياجها. لو الكلام ده ما بدأش من 6 سنوات هيبقى عندنا تأخير. تخيلوا بقى لو انتقلنا للمرحلة اللي بعدها مع مشاكل من نفس النوع، بتجيلنا بقى حاجات في المراهقة. المفروض إن الأنثى بيبدأ عندها النضوج او البلوغ من سن 11 ل 13 سنه، وعند الولاد بيتم ما بين تقريبا من حوالي 12 ل 14 سنه. طبعا لو تم قبل البلوغ، قبل طبعا عند الانثى البلوغ، علامه البلوغ اللي هي الحيض والدوره الشهريه، وعند الذكور اللي هو الاحتلام. لو تم قبل او تم بعد، يعني قبل في عند البنات من قبل 11 او بعد 13، في مشكله محتاجه تدخل طبي. وعند الاولاد نفس القصه، لو احنا شفناهم عندهم جالهم الاحتلام قبل 12 سنه او بعد 14 سنه برضه محتاجه تدخل. اللي انا عايز اقوله لكم واحاول الم النقاط مهمه على قد ما اقدر في اخر يومنا النهارده، لازم نفهم ولادنا، لازم نتعلم اولادنا، ولازم نتعلم لاولادنا، لازم اعرف ذكائه وشخصيته واعرف نوع تفكيره عشان اقدر اطلع بيه باكبر نتيجه ممكنه. اتعلم لهم، اقرا في كتب علم النفس وعلم نفس النمو، واقرا في كتب عن الذكاءات، لازم ابحث عن الكلام ده كله، لازم اعمل اختبارات لابني وبنتي، اعرف مستواهم قدراتهم العقليه عامله ازاي، عشان ما يجيش يكبر ويفاجئ بالواقع وبالحياه المهنيه انه مش قادر يتكيف. لازم نعلمهم القياده ونعلمهم الاستقلاليه ونشجعهم على الابداع، كل الحاجات دي لازم. ولازم نركز على حاجه مهمه كمان، ولادنا زي ما قال الامام الغزالي: ابناؤكم امانه بين ايديكم، فيتصون الامانه يدخون الامانه. قدر المستطاع حاولوا على قد ما تقدروا، تعلموا وركزوا على النقطه المهمه قوي. في حاجه صغيره اللي عايز اقولها لكم، يعني ربوا اولادكم اكثر بالعلم بالمنطق، ما تربوهمش بالحاجات اللي ليها علاقه بالمشاعر، بهذا ما وجدنا عليه ابائنا. ركزوا في الجزئيه دي، صدقوني الموضوع هيختلف تماما. الحياه فيها متغيرات كتير، فيها معطيات كتير. ففي مشهد صغير هنشوفه قبل ما نختم، وباذن الله نختم بعدها. الفكره كلها هو تاكيد على مبدا العنف، تاكيد على مبدا ان ممكن حياتي كلها ابدا استخدم العنف واستخدم ايديا مش عقلي. اللي انا عايز اركز لكم عليه تاني هو مشهد اقرب منه ترفيهي اكثر منه بنقدم لكم بيه حاجه، بس هو الفكره كلها فعلا بناكد على المعنى ده. اللي عايزكم تركزوا عليه واللي عايزكم تفضلوا قدر المستطاع محافظين عليه، ما تدخلوش المشاعر في التربيه، دخلوا العلم والعقل في التربيه. حياتكم هتتغير 180 درجه، وهتعدلوا سلوكيات اولادكم. علموهم مش في اوقات ارتكاب الاخطاء، علموهم في الاوقات اللي هم فيهم، طبعا لما يرتكب غلط عدله، بس في معظم الوقت، في معظم الوقت اللي هو العادي، الطفل فيه قاعده عاديه جدا بيلعب او كده، هي دي احسن الاوقات لزراعه القيم، هي دي احسن الاوقات اللي ممكن نعلمهم فيها اي حاجه.
اسال الله سبحانه وتعالى انه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما يعلمنا، واسال الله سبحانه وتعالى او ينفعنا بما علمنا. بس في حاجه مهمه اختم لكم بيها، لازم نفهم اولادنا، لازم نفهم اولادنا. لو ما فهمناهمش مش هنعرف نربيهم، وهم امانه. استودعكم الله، واتمنى ان اكون النهارده قدرت اقدم لكم حاجه ولو بسيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.